مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الماتش. نوفمبر الابيض على الكره المصريه. الزمالك النهارده بصعوبه بالغه تخطى ابو سليم الليبي في دوري المجموعات في الكونفدراليه بهدف ورأسيه اوباما من عرضيه زيزو. اللي ما يهمناش الاداء، اللي يهمنا ثلاث نقاط. الزمالك ما حققش فوز في اول مبارياته في دوري المجموعات سواء في رابطه الابطال او الكونفدراليه من 2017. عشان كده مليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لجماهير الزمالك العريضه في كل مكان. غنام محمد هو الاخر يقود نيو فيوتشر في فوز مهم جدا على سوبر سبورت الجنوب افريقي بهدف ايضا مقابل لا شيء. زي ما قلت لحضراتكم، هو نوفمبر الابيض بالنسبه للكره المصريه. منتخب مصر مباراتين، 6-0 على جيبوتي، 2-0 على سيراليون في اطار التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. والاهلي طبعا في رابطه الابطال، فوز عريض على مديامة الغاني بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. ومن قبله بيوم افتتح بيراميدز المباريات الخاصه به في دوري المجموعات بفوز مهم جدا على فريق بحجم مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء. والنهارده كان الزمالك وكان فيوتشر. مليون مبروك للفرق المصريه المشاركه في هذا المعترك الافريقي الصعب سواء كان في دوري رابطه الابطال او في الكونفدراليه. ان شاء الله البطولتين الاثنين المره دي يكونوا مصريين. ان شاء الله يحقق الاهلي او بيراميدز البطوله في دوري رابطه الابطال، الزمالك او فيوتشر في الكونفدراليه. المهم تكون الفرحه مصريه، تكون الكاس والبطوله مصريه بمشيئه الله. عندنا النهارده اخبار كتيره جدا جدا، لا سيما في اصابات، في اصابات في الاهلي، في اصابات في سيراميكا كليوباترا. القندوسي المعار من الاهلي الى سيراميكا كليوباترا واصابه هنتعرف عليها بالتفصيل. وعندنا ايضا احداث مهمه جدا جدا في حلقتنا النهارده من الماتش. انتظرونا، اوعى تروح بعيد. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تفاصيل حلقتنا النهارده في الماتش. الزمالك بصعوبه تخطى ابو سليم الليبي النهارده واول مباراه في دوري المجموعات في الكونفدراليه. تيجي تسالني انا على المستوى الشخصي، اقول لك ياما لعبنا كوره جميله وفي الاخر ما كانش بيبقى فيه صعود. انا اللي يهمني دلوقتي ازاي اقدر احقق الهدف، التارجت بتاعي، ازاي اوصل للمبتغى اللي انا عايز احققه، ازاي احصل على البطوله بهدف بأداء نص نص. المهم في الآخر أحقق الهدف. يا فرحتي إن أنا ألعب كرة جميلة ومتع الناس كلها وفي الآخر أتهزم أو ما أصعدش إلى النهائيات. عشان كده لما بيبقى في فوز مع أداء ده يعني مبتغى الناس كلها، لكن المهم النهاردة إن الزمالك حقق هذا الفوز المهم في ضربة البداية في دوري المجموعات على فريق بالنسبة للمصريين مجهول الهوية مع كامل الاحترام، أول مرة بيشارك في البطولات الإفريقية. حقق يعني نتائج كبيرة جدا ومفاجآت في الأدوار التمهيدية في دور 64. لكن مكالمتنا بالأمس مع الكابتن سمير كمونة يعني أماطت اللثام عن كثير جدا من المعطيات داخل هذا الفريق، وده اللي احنا شفناه بعينينا النهاردة. الزمالك كان في مقداره وفي إمكانياته أنه هو يحقق فوز أكبر من كده، لكن شفنا في الشوط الأول للأسف الشديد مش عارفين بنلعب بمهاجمين، مفيش مهاجم صريح، في غرابة في التشكيل. لكن كابتن معتمد جمال في الشوط الثاني قدر أن هو يرجع مرة ثانية ويظبط فريق نادي الزمالك، وبالتالي الحمد لله كان الفوز من عرضية زيزو ورأسية أوباما الذي طالما أنقذ الزمالك في كثير من المواقف. مش النهاردة بس، أوباما بيثبت يوم ورا التاني إن هو لاعب مهم جدا في صفوف نادي الزمالك وواحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين. مليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، مبروك أيضا للكابتن معتمد جمال المدير الفني. دايما بنقول المؤقت، اتمنى ان معتمد جمال ياخد فرصته كامله وفي الاخر يكون الحكم. لكن فوز مهم جدا. الصوره الجميله، الصوره الجميله هي الصوره اللي قدام حضراتكم. الجماهير
اللي سافرت من القاهرة ومن اسكندرية ومن كل مكان لاستاد الجيش في برج العرب، اللي غابت ورا فرقتها من البداية حتى النهاية، حتى تحقيق الفوز. الفرقة دي يعني في الدقيقة 47 كان ممكن هدف شفناه ارتدت من القائم من ايه؟ من رمي التماس. رمي التماس، لكن القدر كان رحيم بينا ورحيم بجمهور نادي الزمالك ورحيم بفريق نادي الزمالك. والمهم زي ما قلت لحضراتكم الحصول على اول 3 نقاط وانطلاقة المدرسة الفن والهندسة مرة تانية اللي ترجع واحدة واحدة الى مكانتها ان شاء الله الطبيعية. معايا عبر الهاتف واحد من رموز نادي الزمالك ومن رموز منتخب مصر والكرة المصرية على مر العصور، النجم الكبير الكابتن أحمد عبد الحليم. يا كابتن أحمد وحشني كتير، مساء الفل ومنورنا وأهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن، طمنا على صحة حضرتك الأول. الحمد لله تمام. دايما يا كابتن أحمد دايما. النهارده فوز مهم جدا، فوز صعب، ولكن البدايات دايما كانت بتبقى مع الزمالك صعبة، فالحمد لله من 2017 أول فوز في أول مباراة في دوري المجموعات في البطولات الإفريقية للزمالك. شفت المباراة النهاردة ازاي يا كابتن أحمد؟ ما أنت أنت قلت أهمية المباراة من إن أنت من 6 سنين ما كسبتش المباراة الافتتاحية. نعم. فكان بالنسبة لك حاجة مهمة جدا إن أنت تفوز عشان تبتدي دوري المجموعات بفوز. يديك برضو يديك ثقة في اللي جاية. الحاجة الثانية أنت عارف اللي بيمر بيه ظروف نادي الزمالك ككل. فبرضو ونقص العدد في اللعيبة ومشاكل بعض اللاعبين، فطبعا في حاجه وتغيير جهاز فني، ففي حاجات كتير جدا بتاثر على الاداء الفني بتاع اللعيبه. فطبعا الحمد لله ان انت تكسب المباراه دي بغض النظر عن الاداء. الاداء طبعا يعني فرقه بتلعب تيم متكتل طول الشوط الاولاني، بيدافعوا بشراسه قدام الجول وكانوا منظمين جدا دفاعيا، وفرقه بتنقل الكره بتحاول توصل للجول بس ما كانش فيه حلول كتير. واخد بالك ازاي؟ السبب يعني في عدم وجود حلول ليه يا كابتن احمد من وجهه نظرك؟ ما هو انا اقول لك، انا انت النهارده اللعيبه اللي كانت بتلعب بالذات الشوط الاولاني كان فيهم النزعه الهجوميه، لكن ما كانوش مهاجمين اصليين. يعني اوباما ما بيلعبش مهاجم، ما بيلعبش سنتر فورورد، صح؟ زيزو وشيكابالا دول بيساعدوا المهاجمين، يعني لعبهم في نواحي هجوميه، لكن المهاجمين ما كانوش موجودين في الشوط الاولاني، بدليل انت لما نزلت سامسون وناصر ماهر وناصر اسمه ناصر منسي ناصر منسي ناصر منسي سوري اسف، الامور اللي اتغيرت وبدلت افضل في الشوط الثاني. بالاضافه طبعا الزمالك كان 3 4 3 الشوط الاولاني، غير طريقه اللعب معتمد وخلاها 4 4 2 لما نزل عمر جابر ولعب على الطرف اليمين، وعبد الشافي لعب تماما على الطرف الشمال. فالامور غيرت بشكل قوي جدا، والزمالك فتح جبهات ناحيه اليمين ناحيه الشمال. اوباما، شوف اوباما طول الشوط الاولاني كان ممسوك وكان مدي ظهره للمدافعين، واوباما مش طويل، فكان على طول الكور بتطلع منه، لكن في الكورنر اللي جابه جول تلاقيه جاي من ورا، يعني كان جاي وشه للجول او وشه للمدافعين، فعرف يتصرف في كوره. مهم جدا لان الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، وخصوصا ان الزمالك مش في دور المجموعات، اي بطوله شارك فيها بقاله 6 سنين. تمام. في البدايه. طيب كابتن احمد، يعني ليس التدخل في عمل الفني وكل التقدير كابتن معتمد واحد من الاسماء المحترمه جدا، وان شاء الله باذن الله يقود سفينه نادي الزمالك، لكن انت لو ما كنت معتمد ليس من الافضل، يعني انت بدات بالثلاثه اللي بقوا تحت راس الحربه، هو كان اوباما او شيكابالا او زيزو. مش حد بره على الدكه في حاله اللي انت عاوز تغير او تفتح في الشوط الثاني، مفيش حد تحت الحرب. ليه بدات بكل اوراقك ورميت بيها في الاول؟ هو انا يمكن قلت كنت في الاستوديو قلت ان هو احترم التيم اللي بيلعبه قوي. تمام. واخد بالك ازاي؟ بدليل ان انت لعبت 3 4 3 كنت مكثف عدد اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب بشكل قوي جدا، بس هو فوجئ بان اللعيبه اللي بتلعب ضد الزمالك يمكن هجموا اول ما سنطروا بس، وبعد كده تراجعوا طول المباراه تقريبا. ما حضرتك. فانت كان لابد من حلول. معلش، هو طبعا شوف في الاول خالص لما بتلاقي التشكيل انت بتقول يا جماعه طب فين المهاجمين كلهم اللي موجودين في نادي الزمالك كلهم قاعدين احتياطي. وخصوصا كمان ان ناصر منسي وسامسون كانوا ناهيين الماتش بتاع بيراميدز، كانوا كويسين. كويسين جدا. واخد بالك ازاي؟ فيعني كان في امور مبشره. عمر جابر برضو جلوسه احتياطي برضو كان علامة استفهام، لكن بصراحة ما دام انت استغلتهم في توقيتات معينة وقدرت تحقق نتيجة إيجابية، يبقى خلاص يبقى المدرب ممكن يكون تخيل حاجة
ما حصلتش في الشوط الاولاني عدلها الشوط الثاني وحصل. طبعا لازم انت تبقى عامل حسابك على كل النقط اللي انا بتكلم فيها. بس طبعا انا شخصيا كمدرب، لو انا كمدرب انا بحب العب بمهاجمين. يعني انا شخصيا بحب العب بمهاجمين، واخد بالك ازاي؟ انما اعتمد ممكن يكون فكر في النواحي الهجوميه بتاعتنا تبقى عاليه عن طريق زيزو وشيكابالا اوباما، بيساعدهم نضاي من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال وسيد نيمار من ناحيه اليمين. لكن ما كانش فيه فعلا اي نوع من انواع الخطوره على الجول. غير الاسلوب الشوط. طيب كابتن احمد، لو تم رفع القيد او ازمه القيد بالنسبه لنادي الزمالك، ايه المراكز اللي الزمالك محتاجها وبسرعه خلال فتره الانتقالات؟ لا هو بسرعه دي مشكله، واخد بالك ازاي؟ انت في اي خط من الخطوط محتاج تدعيم. يعني انت لو جبت في الهجوم لاعب، لو جبت في الوسط لاعب، لو جبت في الدفاع لاعب، كويس قوي مبدئيا، كويس قوي الثلاثه دول في الثلاث خطوط، واخد بالك؟ يعني في الثلاث خطوط لابد من التدعيم في الثلاث خطوط. انما بعد كده انت بعد كده لو جات لك الفرصه ان انت تدعم نادي الزمالك، لا محتاج نادي الزمالك عدد كبير من اللاعب، واخد بالك ازاي؟ انما دلوقتي مبدئيا يا ريت تقدر تجيب اثنين او ثلاثه في الثلاث خطوط. ده بصوره ملحه، يعني بصوره طبعا طبعا طبعا، لان انت محتاج. هو بص، الطلب بتاع ان انت تنافس على البطولات دائما طلب لجمهور نادي الزمالك، ان انت لابد ان تبقى ما لهمش علاقه، الناس ما لهاش علاقه من يمثل نادي الزمالك، ليهم علاقه بان اللي بيرتدي تيشيرت الزمالك لابد من ينافس على البطولات. مظبوط. فالمنافسه على البطولات ليها برضه مواصفات، واخد بالك؟ وكلنا عارفين، وكلنا سواء بتوع كوره او مش بتوع كوره، عارفين ان في نقص في بعض خطوط نادي الزمالك، في لعيبه بتجتهد، في لعيبه مستواها عالي جدا الفتره اللي فاتت دي، لكن برضه انت محتاج تدعيم. يعني واحد زي عمرو السيسي ابتدى يبقى بيلعب بشكل جيد، واخد بالك؟ سامسون اتينولا ابتدى يبقى جيد، لكن برضه لازم التدعيم ده مهم في اي حته في العالم. تمام. طيب هل حضرتك مع اعطاء الفرصه لكابتن معتمد جمال لفترة قادمة، ولا ضرورة الاستعانة بمدير فني أجنبي؟ أنا دلوقتي أنا عندي أزمة قيد، وأزمة إن أنا أحل القيد ده محتاجة فلوس كتير جدا. ده المهم عندي دلوقتي. ده دلوقتي أنا يعني المدرب، إحنا كان عندنا مدرب على فكرة اللي كان أوسوري ده له تاريخ قوي جدا، بس برضه ما قدرش يتعامل مع اللعيبة. كرة القدم في المقام الأول لعيبة. مظبوط. الأول اجيب اللعيبه المهمه، يعني القماشه اللي بشتغل بيها بالظبط كده، وبعد كده افكر في المدرب. فانا طبعا معتمد التجارب اللي خاضها في الماتشين اللي فاتوا ادى بشكل جيد، يعني ليه ما يكملش؟ يعني ليه ما يكملش، واخد بالك؟ انما بعد كده هو معتمد اساسا جاي عشان يشتغل مدرب عام. يعني هو التايتل الوظيفي بتاعه ان هو هيشتغل مع المدرب الاجنبي اللي هيجي. لغايه دلوقتي ما جبناش مدرب اجنبي، او ما فيش ظروف او امكانيات تجيب مدرب اجنبي، يبقى معتمد يكمل لغايه لما الظروف تتصلح. انما الاولويه لان انا فعلا افك القيد واجيب ثلاث اربع صفقات، ده مهم على فكره. مظبوط. مره ثانيه مليون مبروك كابتن احمد لحضرتك، ومليون مبروك لنادي الزمالك ومجلس ادارته وجماهيره العريضه، ثلاث نقاط غاليه في مستهل مشوار الزمالك في دوري المجموعات. هذا الفوز في مباراة الأولى التي لم يتحقق منذ عام 2017، وبكل تأكيد كان فوز مهم جدا. شكرا جزيلا كابتن أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك. النهاردة الزمالك بدأ بتشكيل 4-3-3، كان حارس العواد بدأ بيه على الطرفين، طبعا كان موجود زي ما احنا 3-4-3 تمام، وكان موجود طبعا قدامنا زي ما احنا شايفين حمزه المسوسي وعبد الشافي على الطرفين، ووسطهم محمد عبد الغني، دولت الثلاثه اللي كانوا في خط الدفاع. قدامه اربعه كان سيد عبد الله، نيمار، نبيل عماد، دونجا، وعمرو سيسي، وابراهيم النضاي، وثلاثه في خط الهجوم زيزو واوباما وشيكابالا. التبديلات في الدقيقه 46 نزل عمرو جابل مكان سامسون، وخروج ابراهيم النضاي وسيد عبد الله نيمار. في الدقيقة 65 نزول ناصر منسي، وكان مهم جدا نزول ناصر منسي، كان محور تغيير في المباراة. الدقيقة 83 خرج يوسف اوباما ونزل محمد اشرف رؤى، كان دفاع خلاص بقى. 94 خروج احمد سيد زيزو ونزول محمد طارق، كايضا مساك في نادي الزمالك. طبعا التغييرات اللي اجراها الكابتن معتمد جمال بعد ما احرز الهدف، خلاص
قفل يعني خروج زيزو ونزول محمد طارق ومن قبله اوباما ونزول رؤى، خلاص انا عارف عايز اخد ايه من المباراه، الثلاث نقاط ما يهمنيش بقى الاداء، لكن ربنا ستر وكان رحيم جدا 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 بجماهير نادي الزمالك من كوره ابو سليم اللي تماس وارتدت من العارضه. يعني انا مش عارف الدفاع كان غايب فين، طلع بكل اريحيه لاعب نادي ابو سليم وحط الكره الراسيه كانت صعبه جدا. عواد كان معاها باطراف الاصابع لكن عدت بسلام، وثلاث نقاط في مشوار الزمالك في دوري المجموعات. مليون مليون مبروك. اشوف جماهير الزمالك بعد المباراه قالت ايه وارجع اكمل مع حضراتكم. والله مباراة صعبة جدا، بس أهم حاجة الثلاث نقاط أهم حاجة في الدنيا. الزمالك لسه عاوز شغل وعاوز لعيبة وعاوزين صفقات تانية، ربنا يسترها على الماتش اللي هناك. شيكابالا المفروض يضغط على نفسه شوية، شيكابالا كان تعبان النهاردة، عمر جابر كان تعبان، ربنا يسهل الحال. الفرقة عاوزة تدعيم من اللعيبة ومن مجلس الإدارة، فإحنا أهم حاجة اللي يسعدنا ويبسطنا الثلاث نقاط النهاردة اللي أسعدونا. أنا جاي من مدينة السادات النهاردة ومعايا ناس من طنطا ومعايا ناس من اسكندرية ومن القاهرة، أهم حاجة إن إحنا فرحنا. والف مبروك للجماهير المحترمه وجماهير نادي الزمالك. الحمد لله، يعني اهم حاجه ان احنا كسبنا النهارده. الاداء مش قد كده، بس هو يعني معتمد جمال، يعني هو لسه جاي على الموضوع، الدنيا متكعبله معاه وكده، فهو بيحاول يظبط على قد ما يقدر. وان شاء الله احنا ان شاء الله هنتاهل باذن الله، وان شاء الله بالصفقات اللي في شهر يناير باذن الله الدنيا تتظبط معانا احسن باذن الله. جمهور الزمالك في اي حته وراه وورا ظهره، والف الف مبروك ومبسوطين، وان شاء الله هندعم، ومجلس الاداره وعدنا ان هندعم لعيبه وهيرفع قفل القيد، وان شاء الله والف الف مبروك وهنتاهل ان شاء الله. كان لازم الثلاث نقط البدايه، اول ماتش بيبقى اهم ماتش لان هو بيديك الدفعه اللي بعد كده. اهم حاجه اللي احنا كسبنا باي طريقه بقى، بضربه ركنيه، بفاول، باي حاجه، المهم نكسب اول ماتش، ده اللي هيساعدنا الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اوباما طبعا النهارده بسم الله ما شاء الله عليه حلو، برده زيزو طبعا ما ننساهوش، وبرده والحمد لله على الفوز، وربنا يكملها على خير ان شاء الله وناخد البطوله السنه دي ان شاء الله باذن الله يا رب. الحمد لله بنحمد ربنا على 3 بونت، بس احنا زعلانين اداء اللعيبه برضك، محتاج اللي هو يتحسن شويه يعني. الحمد لله، يعني اول ماتش في المجموعه والبدايه طبعا اهم حاجه الثلاث نقط الاولانيين دول، يعني فرقه برضه كويسه، ابو سليم مش وحشه بصراحه، واقفين دفاعيا حلو، والحمد لله هو كانت كل مشكله الزمالك بدايات، فالحمد لله اول 3 بونت كده في المجموعه الدنيا تمشي ان شاء الله يعني، واللي جاي احسن ان شاء الله باذنك يا رب. القيد هتفك قريب وندعم الفريق في يناير ان شاء الله، وان شاء الله الف مبروك على الثلاثه بونت، والثلاثه بونت الحمد لله كانوا صعبين فعلا، ودايما مشاكل الزمالك في افريقيا كانت بتبدا في المباراه الاولى من دور المجموعات، والحمد لله عدت على خير، وان شاء الله السنه دي ناخد البطوله. هتظل كرة القدم هي عشق كل الجماهير. شفت في أول التقرير قال لك أنا جاي من مدينة السادات ومعايا ناس جاية من طنطا ومعايا ناس جاية من القاهرة، هو ده، وهي دي كرة القدم وعشقك لناديك حتى في ظل أزمات ناديك بيظهر المعدن بقى، الجمهور اللي متمسك بناديه حتى النهاية. دايما كانوا يقول لك أوفياء حتى الأبد يتريقوا، لكن لا، ده كيان كبير هو نادي الزمالك، يتعثر لكن هيقدر يقوم من عثرات. وزي ما قلت لحضراتكم حطوا عنوان عريض دايما للفرق الكبيرة، أن الكبير يمرض ولكن لا يموت، هيرجع مرة تانية، يغيب شوية لكن بجذوره بتاريخه بمعطياته على مر السنين لازم يقوم من كبوته، ولازم ينهض من كبوته ويرجع مرة تانية عشان يفتش عن أسراره، ومرة تانية يقف على رجله ويقدم نفسه بالصورة التي تليق بالأندية الكبيرة. طبعا مجموعة نادي الزمالك موجود فيها أبو سليم الليبي اللي قبله الزمالك النهاردة فاز بهدف، سجرادة الأنجولي اللي فاز على سوار الغيني بهدفين مقابل لا شيء، وهو بيحتل قمة المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك، يبقى سجرادة الأنجولي 3 نقاط، الزمالك 3 نقاط، أبو سليم الليبي بلا نقاط، وسوار الغيني بلا نقاط. طيب النهاردة أيضا فريق فيوتشر حقق فوز مهم جدا على سوبر سبورت
في أيضا مستهل مشواره في دوري المجموعات في الكونفدرالية بهدف لغنام محمد. فريق فيوتشر زي ما قلت لحضراتكم قدم نفسه بصورة أكثر من رائعة في الكرة المصرية على مدار السنتين اللي فاتوا، لما كان موجود علي ماهر، وبعد حتى ما مشي علي ماهر مع الاستغناء عن عدد من النجوم، لكن قادر فريق فيوتشر حتى الآن اللي هو يتماسك وقادر ان هو يقدم نفسه سواء في الدوري العام وأيضا في الكونفدرالية الإفريقية، وحقق فوز مهم جدا جدا النهاردة على السوبر سبورت الغاني بهدف مقابل لا شيء. طبعا الجنوب افريقيا عفوا، هو معاه طبعا اتحاد العاصمة الجزائري اللي التقى مع الاهلي طبعا في كاس السوبر الافريقي، ويعني عمل مفاجأة وفاز على الاهلي بهدف مقابل لا شيء، والنهاردة تقابل مع الهلال الليبي اللي بيقوله تدريبيا كابتن محمد عودة في الجزائر، وفاز اتحاد العاصمة بهدفين مقابل لا شيء. لكن انا بقول لحضراتكم الهلال الليبي صعب وعلى ارضه هيكون صعب جدا جدا جدا، فاللي انا شايفه المجموعه دي هتبقى الصعود فيها اتحاد العاصمه هيبقى له نسبه كبيره جدا وهو الاقرب، فيوتشر، الهلال، سوبر سبورت، لكن انا شايف الثلاثه ممكن ينافسوا على المقعد الثاني، لكن بكل تاكيد فوز مهم جدا 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 لفريق فيوتشر النهارده في اول مبارياته، وتشكيله كان على النحو التالي زي ما هنشوف على الشاشه مع حضراتكم. طبعا جنش، وقدامه على الطرفين باسم علي وعمر كمال وعلي الفيل وخالد رضا محور ارتكاز، وقدامهم في خط منتصف الملعب ناصر ماهر وغنام محمد، قدامهم الثلاثي محمد فاروق، بيبو، عبد الكبير الوادي، وراس حربه احمد عاطف، وانتزع فيوتشر فوز مهم للغايه. نرجع مره ثانيه نطلع نشوف جماهير اللي تابعت مباراه فيوتشر النهارده ورايها في المباراه بعد الفوز المهم جدا بهدف مقابل لا شيء. مبروك لنادي فيوتشر، ان شاء الله نادي فريق كبير، يعني ان شاء الله يقدر يحقق البطوله، وثلاث نقاط غاليين يعني بيضموا عناصر خبره كبيره يعني زي ناصر ماهر، زي عمر كمال عبد الواحد، لعيبه كلها تمام والله، وان شاء الله يقدر يحقق البطوله، وفريق مرشح يعني من البطوله يعني. فريق كبير طبعا، وقدم الفتره الاخيره فتره حلوه، وفي لعيبه ما شاء الله كويسه، وسياسه النادي كويسه مأهله الفريق ان هو يلعب ويدي الشكل كويس، وفينا يعني نماذج حلوه كلاعيبه لهم تاريخ كويس موجود، كمرام محسن وكعمر كمال عبد الواحد، وفي نجوم كبيره، ونادي النهارده بيمثل برضه بيمثل مصر. اداء يبقى احسن من كده طبعا، عندهم لعيبه مميزه، عندهم مثلا عمر كمال عبد الواحد، ناصر ماهر، عندهم مهند لاشين، عندهم بردك فرقه كويسه، والاداره بتاعتهم بردك مساعدهم يعني هم يلعبوا بردك باحسن من كده وباداء احسن من كده، وان شاء الله الجاي افضل ويبقى احسن. فريق جميل جدا، والف مبروك يعني على الفوز النهارده تمام، وده فريق بيمثل مصر يعني تمام، وان شاء الله في تقدم يعني باذن الله يعني بعد كده باذن الله يعني. زي ما قلت لحضراتكم هو نوفمبر الأبيض بالنسبة للفرق المصرية وأيضا لمنتخب مصر القومي. احنا أحرزنا، المنتخب أحرز 8 أهداف، 8 أهداف مع ما دخلش مرمى الحمد لله ولا هدف. أيضا الأربع فرق اللي موجودين سواء كان الأهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر، الأهلي 3 أهداف، هدف لكل فريق بيراميدز وزمالك وفيوتشر، ولم يتلقى شباك هذه الأندية أي هدف، وبالتالي مردود طيب جدا 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 للفرق المصرية في بداية المشوار. طيب النادي الأهلي، الأهلي طبعا عنده مباراة مهمة في الدوري أمام سموحة هذا الأسبوع. في إصابات في الأهلي، في إصابات في الأهلي. مودست غاب عن المباراة الماضية الإفريقية، كان عنده طبعا شد في العضلة الخلفية، ممكن كان يغيب 10 أيام، لكن إصابته بسيطة ما فيهاش مشكلة والجهاز الطبي بيتعامل معاه. كريستو هنقف عنده شوية، لأن إصابة كريستو نفس الإصابة اللي أصيب بيها القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا في مباراته الودية أمام الجونة، جزع في الرباط الداخلي للركبة.
يعني الكل يحمد ربنا ان الاصابه مش اكبر من كده. الجزع دايما في الرباط الداخلي للركبه زي ما انا اعرف بيغيب فتره، ممكن يغيب من 4 لـ6 أسابيع وحسب حاله اللاعب وتلقيه للعلاج، قبوله للعلاج، حالته المعنويه، الجزع ما يكونش فيه يعني اي قطع في الرباط، فده بيبقى فضل من ربنا. واللي انا عارفه ان فيما يخص القندوسي في سيراميكا كليوباترا الراجل بيتعامل مع الجهاز الطبي للفريق يعني بصورة أكثر من رائعة، وعاوز يرجع بسرعة، عاوز يلحق مباراة السوبر أمام الأهلي اللي هتقام في الإمارات الشهر القادم. نسبة مشاركته 50-50، لكن هو بيسابق الزمن. كريستو هو الآخر نفس الإصابة اللي عند القندوسي، ولكن أيضا غيابه ممكن يكون شهر ويعود مرة ثانية إلى الملاعب. مليون سلامة لكل اللاعبين. طبعا سلامة اللاعب في المقام الأول وفي المقام الأخير هي اللي بتهمنا، إن طبعا الإصابة ربنا يحفظها ويحفظ جميع لاعبينا بتبقى صعبة، وده أكل عيش اللاعب وحياته بتبقى مبنية على لاعب كرة القدم. سيد محمد الضماطي هو اللي هيرأس بعثة النادي الأهلي في تنزانيا، طبعا بعد ما تم تكليفه من مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. الرحلة يوم الخميس المقبل، هيلاقي طبعا يانج أفريكانز في الجولة الثانية لدوري المجموعات. السيد محمد ضماطي حرص على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، ترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء لجهاز الفن واللاعبين عشان الأهلي يحقق النتيجة اللي تعود بالصالح للفريق، وإن شاء الله يكون الفوز بإذن الله. طبعا الأهلي فاز على الفريق الغاني مدياما بثلاثة أهداف في مستهل مشواره. في مباراة مدياما الغاني طاهر، محمد طاهر كان أخد إنذار والحكم حسب فاول عليه. النهاردة هو في وسائل التواصل الاجتماعي على انستجرام في رسالة لحساب الاتحاد الافريقي نزل الصورة، على الصورة قدامنا، يعني اللاعب مدياما يعني نازل هارس رجل طاهر محمد طاهر، فقال فاول وانذار عليا، وعمل علامة يعني ايه ضحكة كده وتهجم. يعني انا بصراحة التحكيم برضو في الجولة الاولى في علامة استفهام كتير. النهاردة الزمالك ضربتين جزاء مفيش خلاف عليهم لصالح نادي الزمالك، ضربتين جزاء لا خلاف عليهم. والنهارده مع كامل الاحترام الحكم تونسي، مع كامل الاحترام والناس في تونس ناس محترمه جدا، لكن المدير الفني لفريق ابو سليم تونسي، ثلاث لاعبين من فريق ابو سليم تونسيين، فيعني شيء غريب. عشان كده النهارده ضربتين جزاء مفيش حد يختلف عليهم. النهارده ما احتسبهمش الحكم التونسي لصالح نادي الزمالك، كان ممكن يغيروا من المباراه وممكن يغيروا من نتيجه المباراه لو النتيجه ما كانش اوباما احرز الهدف براسه. النهارده كان عندك ضربتين جزاء ممكن كانوا يحلوا طلاسم هذه المباراه. طيب من اخبارنا النهارده النادي الاهلي في مباراته مع سموحه، طبعا بالامس شفنا تصريحات مستر كولر لما قال لك ان الاستاد او ارضيه ملعب السلام او استاد السلام مش كويسه مش مناسبه، وهو ما بيحبش يلعب عليه. كولر ما بيحبش استاد السلام، في حاجه بينه وبينه. مباراه الثلاثاء القادم انتقلت من ملعب السلام الى ملعب المقاولين العرب، لان في استاد السلام الاهلي لعب 12 مباراه، فاز في 7 وتعادل في 5، فاز في 6 وتعادل في 5 مباريات، لا 7 و5 مباريات. الاهلي فاز في 7 وتعادل في 5 مباريات. الزملاء في الاعداد بيقولوا 6 و6، ماشي، في 6 فوز و6 تعادل. تمام، ومن ضمن مباراة التعادل او من ضمن الفوز كانت مباراة انتهت بالتعادل وانتهت بركلات الترجيح. فالراجل مش مرتاح نفسيا في استاد السلام. وعلى فكرة أرضية الملعب بتأثر بكل تأكيد في أداء اللاعبين، لما النجيلة بتكون عالية الأرضية فيها بعض العيوب الفنية بتؤثر جدا، لكن هو نفسيا كولر مش حابب ملعب السلام ونقل مبارياته إلى نادي أو ملعب المقاولين العرب، وبالتوفيق للنادي الأهلي في معتركه الإفريقي. طيب اتحاد الكورة قال لك خلاص السوبر المصري اللي هيقام في الإمارات الشهر القادم بمشاركة 4 فرق، الأهلي وبيراميدز
وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر هيكون بحكام مصريين، مفيش استعانة بحكام من خارج إمارات أو أي دولة تانية، لا حكامنا المصريين هم اللي هيديروا مباريات السوبر. وده كان إصرار من مستر بريرا، الراجل قال عشان حكامي يبقوا متواجدين في المحافل الدولية لازم كل شيء يتعلق بالكرة في مصر يديرها حكام مصريين. عشان كده احنا شايفين عدد كبير جدا من حكامنا المصريين أطقم بالكامل في دوري رابطة الأبطال والكونفدرالية وفي تصفيات كأس العالم متواجدين وبقوة في الساحة الإفريقية. بمناسبة حكامنا المصريين، الحكم بشر يخطئ ويصيب، كلنا متفقين على كده، محدش يقدر يختلف أبدا، الحكم بشر يخطئ ويصيب. دي صورة نجمنا كابتن محمد عادل، واحد من أفضل الحكام الموجودين في القارة الإفريقية، لكن شفنا فريق النجم الساحلي وكان بيحكم مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي في دوري أيضا رابطة الأبطال، والنجم الساحلي تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي الكاف بسبب خطأ تحكيمي من الحكم محمد عادل زي ما هم قالوا في شكواهم. طبعا كانوا خسروا المباراة بنتيجة 2-0، والبيان قال يهم جمعية النجم الرياضي الساحلي إعلام الرأي العام الرياضي بأنها أحاطت هياكل الاتحاد الإفريقي، يعني إدارات الاتحاد الإفريقي، علما بالخطأ التحكيمي الجسيم الذي غير مسار المباراة وأثر بشكل كبير ومباشر على نتيجتها، وأشعرتها بما من شأنه أن يؤثر على مصداقية المسابقة ودعوتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأخطاء المؤثرة. تمام، ده بيان النجم الساحلي إلى الاتحاد الإفريقي. هو اللي أنا عاوز أقوله، محمد عادل واحد زي ما قلت لكم من أكفأ الحكام، يعني هو وكابتن البنا وأمين عمر وناجي وعاشور وإبراهيم نور الدين، ده في المعترك الإفريقي بيعملوا مباراة على أعلى مستوى. فعمر ما في، وحكامنا المصريين بالذات وأنا أراهن على كده، عمرهم ما يكونوا يقصدوا خطأ بعينه أو إن هم يدوا نتيجة المباراة للفريق بعينها، ده مستحيل. حكامنا المصريين دائما النزاهة في الأول وفي الآخر. ممكن عدم تقدير للعبة من اللعبات ده خطأ بشري وارد، لكن عن تعمد ده مستحيل جدا جدا. وبتمنى التوفيق طبعا لعادل ولكل حكامنا المصريين فيما هو قادم بمشيئة الله تعالى، ومنهم أيضا أحمد الغندور. طيب، من ضمن أيضا النهاردة خلاص أحمد عادل عبد المنعم عد التدريبات الجماعية مع نادي الإسماعيلي بعد إصابته وفي مباراة الاتحاد السكندري، وبدأ في التدريبات الجماعية. كان عنده كسر شرخي في وش القدم، لكن تعافى بعد إجراءه طبعا التأهيل الطبي ورجع مرة تانية. في عقوبات بقى في الاتحاد السكندري على ثنائي الفريق لغيابهم عن المران، وهم المهدي سليمان حارس مرمى الفريق وأحمد عادل ميسي لاعب الوسط، غابوا عن تدريبات الفريق بدون إذن من الكابتن طارق العاشر أو الجهاز الفني، وحيتوقع عليهم غرامة مالية طبقا للائحة نادي الاتحاد السكندري. ايضا في قبل ما اروح للسلة، ان بالامس الوداد المغربي لقى هزيمة مفاجأة جدا جدا على ارضه ووسط جماهيره في المغرب من جوانج البوتسواني. عشان بس اللي يجي يقول لك ايه ده منتخب مصر كان بيقابل جيبوتي والاهلي مش عارف بيقابل مين، ما عادش في القارة الافريقية فرقة اسمها صغيرة وفرقة اسمها كبيرة، فيش المصطلح ده، شيله وحطه على جنب، ما عادش ده موجود عندنا. دلوقتي بعرقك بجهدك داخل المستطيل الاخضر انت اللي بتوجه دفه المباراه، مش اكتر من كده. وبالتالي جوانج البوتسواني لما يفوز بالامس على الوداد مفاجاه. المفاجاه دي خلت واحد من الصحفيين المغاربه في المؤتمر الصحفي سال المدير الفني لجوانج البوتسواني سؤال غريب جدا جدا جدا، خلى الراجل انتفض سلام عليكم وراح كرسي في الكلوب وساب المؤتمر ومشي زعل. ايه السؤال اللي ساله الصحفي المغربي للمدير الفني للفريق البوتسواني؟ قال له هل ساعدكم السحر الاسود للفوز على الوداد؟ اتهام لفريق البوتسواني بأن هو كان عامل سحر. لسه برضو القارة الإفريقية عايشين في السحر.
لسه عايشين في السحر. فالراجل زعل وانتفض وقام ومشي، وهو ماشي قال لهم سحر أسود هذا قلة احترام لنا، يعني انتوا كده مش محترميننا. ده كان رد المدير الفني البوتسواني اللي فاز على الوداد المغربي بالأمس بهدف في مفاجأة كبيرة جدا. قال له سحر ايه؟ وانا مش عارف لغاية امتى هنعيش في نظرية المؤامرة والسحر هنا وهنا. الامور دي خلاص يا جماعة، يعني لو بالسحر بقى كنا ناخد كاس العالم. كانت القارة الافريقية اخدت كاس العالم، فاز على البرازيل وعلى المانيا وعلى ايطاليا وعلى اسبانيا وعلى خلاص كنا خدنا كاس العالم. لكن مش عارف يعني، وبعض يعني المفترض الصحفي بيبقى عنده يعني ثقافة ودراية وعلم. كان شيء غريب جدا 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 هذا السؤال. اتحاد السلة بيعلن استمرار وائل بدر ومحمد سليم لتدريب منتخب مصر في البطولة العربية اللي هتقام طبعا من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير في استاد القاهرة. بعد رحيل الجهاز او المدير الفني الاجنبي استمر الجهاز الفني لقيادة منتخبنا الوطني المشاركة في دوري الامم 3 في 3 تحت 23 سنة منتخب الرجال والسيدات، الى جانب ايضا المشاركة بمنتخب الاولمبي في بطولة الصين الدولية في الصيف القادم، والمشاركة في دورة الالعاب العربية للاندية سيدات بالشارقة في فبراير 24، ولغاية الاستعانة بمدير فني اجنبي. كان بتجمعني تمام، يعني ده قرارات مجلس الإدارة بعيدا عن الجهاز الفني. وأنا كان جمعتني أو جمعني لقاء بالدكتور مجدي أبو فريخة صديقي العزيز في جلسة من يومين ثلاثة، والراجل قال لي إن احنا يعني بنتخير اسم يليق بمنتخب مصر بعد الطفرة اللي موجودة في كرة السلة خلال السنوات الأخيرة، فإحنا محتاجين مدير فني أجنبي يكون على قدر منتخب مصر خلال هذه الفترة، وبنتمنى لكرة السلة المصرية وكل الألعاب المصرية التوفيق. دكتور مجدي أبو فريخة واحد من أكفأ الاتحادات ومن أكفأ رؤساء الاتحادات الموجودين على الساحة. طيب عندي كمان النهاردة الشرقية مبروك الهوكي اللي دايما معودنا على الانتصارات، حقق بطولة افريقيا للمرة السبعة وعشرين، وطبعا ده انجاز كبير جدا لفريق هوكي الشرقية، الفريق المحترم اللي دايما زي ما بنقول من الفرق اللي في القارة الافريقية لها باع طويل جدا. بيزحموا هنا احيانا الشرقية للدخان اتحاد الشرطة، لكن يظل الشرقية هو المسيطر على الهوكي في القارة الافريقية. مبروك للدكتور حمدي مرزوق صديقنا العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، مبروك لمجلس إدارته بالكامل، ومبروك أيضا لكل لاعبي فريق الشرقية اللي قدروا إن هم يحققوا هذه البطولة. يعني أنا بتمنى إن فرقة الشرقية في كرة القدم اللي بتمثل محافظة كبيرة جدا وعدد سكان حدث ولا حرج تعود مرة ثانية الى مكانها الطبيعي وسط الكبار، ان يعني طبعا بيقودها مجلس اداره غايه في الاحترام، وان شاء الله باذن الله زي ما فريق الهوكي مصدر سعاده لجماهير الشرقيه يكون فريق كره القدم ايضا مصدر سعاده. طيب صديقي العزيز الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس اداره نادي الشرقيه، مليون مبروك يا معالي الدكتور، ودايما في انتصار ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور ايهاب، وشاكرين لاهتمامك وشاكرين لدورك ودور قناه صدى البلد انها تكون اول قناه مصريه يعني تهتم بهذا الإنجاز الكبير اللي بيتحقق لمصر في وقت مصر كلها محتاجة لمزيد من الإنجازات ومزيد من تكاتف الجهود. الحمد لله احنا بنشكر قيادتنا وبنشكر كل القيادات السياسية لاهتمام الدولة بالرياضة، وده ظهر من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الدكتور اشرف صبحي يقدم دعم 1,000,000 جنيه لفريق الشرقية المسافر للبطولة الافريقية، اكبر دعم يقدم من الدولة، ده دليل على اهتمام الدولة بالرياضة. واللي عايز انقله كمان كل التحيات والتقدير لكل القيادات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحقيقة اتصل بالنادي وكان مهتم بمتابعة اخبار البعثة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل اول وزاره الشباب والرياضه بمحافظه الشرقيه اهتمامهم، كل القيادات الشعبيه والتنفيذيه اعضاء مجلس الشعب وكل القيادات في محافظه الشرقيه مهتمه بهذا الحدث، وان شاء الله كله هيكون في استقبال الفريق بكره باذن الله الساعه 2 بعد منتصف الليل يوم الاثنين. ان شاء الله هيبقى في
استقبال رائع لهذا الفريق اللي بيحقق رقم عالمي لم يتحقق لأي فريق جماعي في التاريخ، وببطولة يرفعوا علم مصر ل 27 مرة في كل أفريقيا، من كينيا لملاوي للمغرب لنيجيريا لكل الدول. ده إنجاز عظيم الحمد لله أنه بيعود تحقيقه تاني لمصر، ومصر دايما تتفوق مكانتها بفضل قيادتها الحكيم. وإن شاء الله يعود نادي الشرقية في كافة اللعبات تحت قيادتكم وفي مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة إن شاء الله إلى المكان اللي تليق بنادي الشرقية، ممثل واحدة من كبرى المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية وهي محافظة الشرقية. مليون مبروك، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا متواجدين مع حضرتك في الاحتفالية اللي تليق بهذا الإنجاز الكبير للمرة 27 وعرش الهوكي على مستوى القارة الإفريقية. دكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية رئيس مجلس الإدارة، بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك. يعني الدكتور قال كلمة جميلة جدا، دكتور حمدي قال إن الدكتور أشرف صبحي دعم فريق الهوكي بمليون جنيه للسفر وتحقيق هذه البطولة. وأنا عاوز يعني دائما أوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي، مش في الهوكي ده، في كل اللعبات، هاندي بول هتلاقيه، في الطايره هتلاقيه، في الباسكت هتلاقيه، في كره القدم هتلاقيه. مفيش اتحاد بيحتاج مد يد العون من وزاره الشباب والرياضه تمام الا ما بتلاقي الوزير المحترم دكتور اشرف صبحي يسابق ويقدم يد العون. وانا شاهد على كده في اتحاد مصر كره القدم في ازمات كتيره جدا، الراجل بتلاقيه موجود ويجي يقعد بالساعتين ثلاثه ويسمع ويلبي الطلبات. فانا بشكره شكرا جزيلا بالنيابه عن كل الرياضيين. بمناسبه الرياضيين، الرياضيين لازم يبقى لهم دور كبير جدا في عمليه المشاركه السياسيه. واحنا مقدمين على انتخابات رئاسيه لمده 6 سنوات قادمة بيتنافس فيها 4 مرشحين، ومصر في مرحلة الحمد لله في مرحلة بناء وفي مرحلة تنمية، ونحتاج إلى مزيد من البناء ومزيد من التنمية. مصر بعدما عاد دورها الريادي في القارة الإفريقية وفي الوطن العربي، وشفنا في الهدنة التي وقعت ما بين العدو الصهيوني وما بين أهلنا في غزة وفي فلسطين، مصر كانت محور الاتفاق في هذه الهدنة بجانب الأشقاء في قطر وفي بعض الدول العربية. فدور مصر مهم جدا، وده يخلينا ان احنا كرياضيين لازم نحث الناس ونحث الشباب على المشاركة السياسية عشان نشوف مصير بلدنا. وبالمناسبة دي اتحاد مصر لكرة القدم يوم الأربعاء القادم عنده ندوة مهمة جدا في جامعة طنطا، مشاركة جامعة طنطا ومشاركة حزب مساب الوطن في دور الرياضيين في المشاركة السياسية. رئيس الجامعة، رئيس جامعة طنطا طبعا واحد من الشخصيات المحترمة جدا جدا جدا، موجود أيضا الدكتور مجدي وكوك عميد كلية التربية الرياضية، موجود النائب محمد عريبي رئيس حزب مساب الوطن. هيبقى في ندوة مهمة جدا يوم الأربعاء، وهيبقى بعد كده هيبقى في أيضا مباراة بين نجوم كرة القدم القدامى، هيتقدموا كابتن أحمد الكاس وكابتن عبد الصمد صبري وكابتن طارق السيد ومعتز زين وكابتن عبد الناصر محمد وكابتن خالد عيد وكابتن المشاي وكابتن أحمد رؤوف وكابتن يعني مش عاوز أنسى حد، كابتن أحمد سمير بيب وكابتن محمد جنيدي، كابتن عبد العظيم الشورى، عبد الله الصاوي، عدد كبير جدا من النجوم هيكونوا في احتفالية كبيرة جدا عشان الحث على المشاركة السياسية، وإن شاء الله تليق باسم الرياضة المصرية. هطلع فاصل وهينضم لنا بعد كده نجم من نجوم كرة القدم في مصر ومنتخب مصر ونادي الزمالك والمدير الفني للعديد من الأندية الكابتن الكبير النجم كابتن محمد صلاح. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، فقرتنا يعني نسمع بقى كده ونهدى لأن عندي حاجات كتيرة جدا مع واحد من النجوم اللي أنا على المستوى الشخصي بحبها جدا جدا، ودايما بحب إن هو يكون موجود في المكان اللي بكون موجود فيه، نجمنا الكبير نجم من منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن محمد صلاح. مساء الفل. مساء الفل يا دكتور، إزي حضرتك؟ الحمد لله. أنا اللي بتشرف أكون موجود معاك. ربنا يعزك. بس أنت بتقول في كل حتة. احنا الا انا اكون في مجلس الاتحاد في اي مكان عاوز، في مجلس الاتحاد لا تنور الدنيا الله يخليك. اهم حاجه المج فيه شاي بلبن ولا ما فيه؟
حليب موجود ده بص اساس الصبح شاي بحليب لازم اتنين ورا بعض وخلاص. لا والله صداع يروح يوم جميل بعد كده ما تشربش ما تشربش. امال امال في الملعب كنت صايم يومين كنت صايم كويس حضرتك فاكر بس انا بنجدك اللقطه دي وايه والادام بعد الماتش بثلاث دقائق كان سبعه وثلاث دقائق سبعه دقيقتين كان ماتش الزمالك ومين ومين كان وادي دجله وادي دجله في الدوري ورحت انت واخد الكوبايه وقاعد بيها يا دوبك بس شربت واحنا ما بنصدق بقى طق 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 ربنا يديك الصحه ربنا يخليك يا دكتور ربنا يخليك للناس القلوب النظيفه والله بجد بسعد دايما بيك يا كابتن ربنا يخليك. النهارده فوز صعب فوز صعب لكن كان مهم جدا من ست سنين او بقى سبع سنين من 2016 او 17 الزمالك ما حققش ولا فوز في اول مباراه في دوري المجموعات سواء كان رابطه ابطال او كونفدراليه. فوز تاخر لكن كان فوز مهم جدا وثلاث نقاط مهمين لنادي الزمالك. شوف يا دكتور طول ما حضرتك بتتعب ربنا هيديك. يعني انا كنت اتمنى ان نبدا من الشوط الثاني ان احنا ما جيناش الشوط الاولاني. يمكن وده يعني مش عايز اتكلم فيه كتير مستوى الفرقه ممكن تكون خليتك كده جرتك ان هي بتدافع على طول وانت بتهاجم في يعني لقيت الملعب كله مقفول ومفيش اي ثغرات. لكن انا كمان غلطت ان انا بدات بثلاثه ورا رجعنا لاسوريو تاني وده اللي كنت اتمنى من الكابتن معتمد ان يعمله. هو الشوط التاني ده عدل حط اللعيبه صح عندنا اوباما احسن واحد في مصر يلعب تحت راس الحربه لان عنده انطلاقات بس لعبت ثلاثه تحت راس الحربه شيكا وزيزو واوباما ده الشوط الاولاني في الشوط الاول ما ينفعش ما ينفعش ولذلك لما تعدل بقت اربعه ونزل عمر جابر ثلاثه او اربعه اثنين ثلاثه واحد بقى شكل الزمالك هو هو هاجمت كتير ضيعت كتير لغايه ما جبت جول. هل احترام الكابتن معتمد كان زايد بالنسبه لفريق ابو سليم ولا هو برضو متحفظ فريق مجهول ما يعرفوش؟ انا مالوش التاريخ اللي هو يعني ايه بس اتفرجت عليه وشفته. التاريخ بيقول الزمالك افضل. لكن انا كان رغبتي ان انا يكون عندي رغبه اللعيبه ان انا اكسب من الاول اكون اضغط على الفرقه مهما كانت بتدافع. وخاصه انت عرفت بعد ربع ساعه ان هي مش هتعمل حتى اي هجمه مرتده. لما الشكل اللي هو بتاع الشوط الثاني ده اعتقد انه جاب نتيجه ايجابيه صرف النظر زي ما حضرتك قلت دلوقتي تفضلت ان احنا جبنا كسبنا واحد بس وده المطلوب ان انت تكسب بس. لكن اللي جاي هيبقى احسن من ناحيه الاداء. المصابين هيرجعوا اللي مش فت هيبقى فت. هتلاقي فيه مجموعه لعيبه زائد اللي كانوا موجودين النهارده بس تحط اللعيبه في مكانها الصحيح. انا قلت في البدايه قلت النهارده قلت ياما الزمالك قدم كوره تمتعك بس في الاخر كانت النتائج ايه؟ طلعنا بيطلع. لكن النهارده انا اللي يهمني عشان كده في انقسام في الجمهور. بعض يقول لك ايه؟ انا اللي يهمني الثلاث نقط والبعض الثاني يقول لك لا انا عاوز الاداء. انت في اي مدرسه يا كابتن محمد؟ لا شوف هو احنا الجماهير بتاعتنا عشان بذواقه للكوره يا دكتور بتحب الاثنين مع بعض بس مش في المرحله دي. لما يبقى عندك استقرار في كل حاجه يعني انت عندك استقرار اداري دلوقتي في مجلس الاداره تغيير مدرب اللعيبه ابتدت تلعب اللي ما كانتش بتلعب فالحاجات دي هتستقر امتى؟ بعد ما تكسب باذن الله الماتشين ثلاثه التجايين قبل الامم الافريقيه. اعتقد الزمالك لو وصل لدرجه جيد جدا في الست سبع ماتشات دول هيقدر يوفق كل الاوضاع في ال 40 يوم الاجازه. ودي مهمه المجلس ومهمه الجهاز. لكن دلوقتي بس انا مع المجموعه اللي بتقول نكسب بس. ما نلعبش وحش بس الاول ندور على المكسب وبعد كده نلعب. ده طريقه البطوله. المعادله دي لو جت كويس لكن المعادله بتاعتي انا الصح ايه؟ لازم اكسب عشان اعدي اكسب عشان اعدي والحمد لله الماتشين الجايين في القاهره فان شاء الله هو مش سهل لكن ان شاء الله هتكسب الماتشين الجايين. طيب فريق ابو سليم انا امبارح يعني كان عندي تصميم مع صديقي طبعا رئيس تحرير احمد جلال ان احنا نستضيف اما كابتن مؤمن سليمان او كابتن سمير كمونه. ده طبعا كابتن كمونه بيمرن الخمس الليبي وكابتن مؤمن بيمرن اتحاد العاصمه وده اتحاد عفوا اتحاد طرابلس والناديين دولت في المجموعه اللي فيها ابو سليم عشان يقولوا لي مين فرقه ابو سليم ان لاول مره بتشارك في البطولات الافريقيه واتكلم عنها بكل وضوح. ازاي النهارده شفت الفريق ده؟ هل ممكن نلاقيه على ارضه بيمثل خطوره ولا ممكن لما يفتح المباراه في ليبيا الزمالك يبقى عنده الفرصه في الفوز؟ انا بقول لك الزمالك هيكسب هناك حتى لو الملعب ترتان
انا بتفرج على الدوري الليبي. شوف هو بيستقطب جميع اللعيبه المصريين والافارقه والاجانب يعني. لكن الفرقه هي كانت جايه تعطلك يعني، كانت تاخد نقطه منك تستفيد بيها لما تسافر. لكن هي مش هتكسب الزمالك هناك، مش عشان انا زملكاوي. الامكانيات في فرق كبير في الامكانيات، حتى في اللعيبه اللي نزلت، حتى في الخط الدفاع في قتال النهارده بس ما تحركش. يعني احنا ما شفناش مثلا فرقه بنت من تحت هجمتين. عواد ما راحتلوش غير كوره او كورتين بس فيهم كوره يعني، كانت هتجيب سكته قلبيه للجماهير. ام الراس ورمي التماس وراسي. الدفاع فين يا كابتن محمد صلاح في حته زي دي؟ بص يعني بكل اريحيه دكتور عبد الغني، انا شفته نزل برضو لتحت. حضرتك انت كروي يعني انا اهميتي انا ايه لما بلاقي اللي قدامي في منافسه هبقى مركز وهبقى قوي وممكن عند رغم ان اكون احسن منه. مظبوط. لكن انا احساسي وده غلط طبعا. احساسي ان انا ممكن في اي وقت اكسب او هو اضعف مني. فده بيديني بعض الاسترخاء او عدم الاهتمام بالكوره. كانت ممكن واحد زي دي يجي جون عادي. لكن هي بقى بقول لحضرتك ايه، الخبرات بتاعت لعيبه الزمالك او التاريخ لازم يخليك انت متفوق حتى في التفكير، لان حضرتك لما تبقى تسبقني في التفكير هتكسبني. لانك انت بتفكر قبل مني واحسن مني. هو يطمنا النهارده اللي هو ما يعني ما عندوش بناء هجمه، ما عندوش مفاتيح تقدر تخوفك. صح. وهناك مش هيقدر يعمل كده لان الملعب ترتان. فاولى كان يعمل النهارده ملعب كويس ومفتوح. وخاصه الفرقه دي لما بنت فيها الثغرات الشوط الثاني قدر الزمالك يروح منها كتير. فده لو هو فتح خطوطه هناك في ليبيا الزمالك يبقى عنده الفرصه الاكبر انه يكسب ان شاء الله. طيب كابتن معتمد جمال، كتجربه مدير فني لنادي الزمالك، انت مع اعطائه الفرصه ونصبر وادي في الدوري شغال وبحقق فوز وفي البطوله الافريقيه، ولا ضروره الاستعانه بمدير فني اجنبي ضروره مريحه لنادي الزمالك؟ لو كسب هيكمل. لو كسب، انا اسف اقول لو هو مرهون بالمكسب، انا فاهم. لكن كل ما كسب كل ما قاعد او رجليه ثبتت في الارض اكتر. ليه؟ احنا عندنا الجماهير بتقلق عشان عايزه بطولات. فلو الله القدر جه خسر او اتعادل ماتشين هيبقى في قلق. فهو بقى يستحمل القلق، مش هيستحمل دي حاجه لسه ما شفناهاش. لكن طول ما هو بيكسب ان شاء الله هو ماشي. يعني مش ماشي يعني قاعد. طيب شايف ازاي اداء مجلس الزمالك خلال الفتره الماضيه وترتيب الاولويات، شايفه ماشي ازاي؟ اولا ربنا يكون في عونهم. دكتور ما اقولكش حجم المطلوب ايه. في كل الاتجاهات يعني، مش اتجاه الكوره بس يعني، حضرتك عارف يعني. لكن الناس بتجاهد بتسعى في ان هي بتسد اي ثغرات يعني. من قيمه 3 4 ايام كان في مستحقات دفعت للعيبه لتنشيط الذهن وان انت واقفين في ظهرك. هو الجميل ان هم مستحقات اللاعبين، لان انا ده اللي هيديني في الملعب، فانا ما يبقاش عندي متاخرات وطالبك ان انت تؤدي في الملعب. وبالتالي كانت الاولويه دفع مستحقات اللاعبين المتاخره ودفع جزء من مقدمات التعاقد. حتى جينا الناس بتفكر طب لو القيد هيدفع، طب هيجي اجنبي ولا لا؟ وهو لو كم الفلوس بتاعت القيد، فتح القيد كتيره. لو هم فكروا او يمكن اكيد فكروا ان انا اديها للعيبه وانغزها بالفلوس، فاتمنى ان انت لكن انا عايز اقول لحضرتك، انت عندك فكره عن موضوع اليوم الرياضي اللي في طنطا ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. يعني بإذن انت جاي؟ ان شاء الله. ده انا جاي طنطا؟ انا جاي. ده تنور. انا اول واحد جاي. ده شرف كبير. يعني طبعا يهمنا استقرار مصر في السجاد حمراء من هنا لغايه النبي بخطين مصر، بيضه بخطين. حاضر. واحده حمراء واحده بيضاء. حاضر يا فندم. فنتمنى باذن الله كل الرياضيين ان شاء الله يكونوا موجودين وانا اولهم. الاحتفاليه هتكون مهمه جدا، لان الرياضيين لازم يبقى لهم دور طبعا في حث الناس على المشاركه السياسيه عشان دعم بلدنا واستقرارها. تحيا مصر واستقرار مصر. انت حضرتك موجود بجانب الاتحاد المصري، في حضرتك هتبقى موجود كل الناس ان شاء الله. كابتن احمد الكاس، كابتن عبد الستار صبري، كابتن طارق السيد، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن اينو، كابتن احمد فوزي، في موجود كابتن المشائي وكابتن خالد عيد وكابتن جنيدي وكابتن عبد العزيز الشورى وعبد الله الصاوي. مجموعة كبيرة جدا. كابتن انا عايز بس حضرتك لو نسيت حد وسمعنا يعني ده اتفضل يجي وينور. واحمد سمير بيبو والدعوة مفتوحة للجميع ان هو هيبقى يوم كويس في حب مصر، يوم تحيا مصر باذن الله. واستقرار مصر يهمنا جدا جدا، وربنا هيبقى ندوة في الجامعة صباحا جامعة طنطا، وبعد كده هيبقى
مع مستقبل الوطن النائب محمد عريبي والدكتور مجدي باكو، احب في فعاليه جميله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. وحضور الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام موجودين، استاذ خالد الرندلي موجود، الست لو حلم مشهور، الحاج عامر حسين، الحاج محمد ابو الوفا، كابتن محمد وليد ابو العطار مش جاي، استاذ وليد العطار اول واحد حبيبك بقول له هيقطعك في صح، قال لي لا ما اقدرش. بالناس الجميله جميله جميله اسمع، ومحمد المشار، محمد المشار، ناس كثيره هتبقى موجوده ان شاء الله باذن الله. استاذ ابو الوفا جاي موجود، ده العمده، ده جميل، ده العمده، جميل العمده موجود يعني، ربنا يجعله يوم جميل ان شاء الله. نوفمبر ده هو نوفمبر الابيض بالنسبه للكره المصريه، منتخب مصر فوز على جيبوتي ثم فوز على سيراليون، الفرق المصريه الاهلي 3 على مدياما الغاني، وبعد كده بيراميدز قبلها على مازيمبي الكونغولي، والنهارده فيوتشر على السوبر سبورت الجنوب افريقي، والزمالك على ابو سليم، ولم تتلقى شباك بدون هدف. بدون هدف ما حصلتش. دي التاريخ عندك ما حصلتش. لا جميل، كان اسمه فبراير الاسود. بعد الحمد لله نوفمبر الابيض، بقى نوفمبر الابيض الحمد لله ان شاء الله يا رب. دايما يجعلها يا رب يا رب، هي بدايه كويسه كل فرق حتى مع النظام الجديد وده بيدي استقرار اكتر للفرقه المصريه، حتى يا دكتور لو بعض الفرق ما بداتش كما يجب لكن كسبت، وده الاهم في اول مباراه بتدي رساله للفرق ان انا جاي كسبان وان انا حريص على الثلاثه بونت. طبعا طبعا وانا زي ما قلنا لحضرتك دلوقتي المهم الثلاثه بونت. مراحل متقدمه ممكن يكون في بعض الاداء كويس لان خلي بالك الفرقه واللعيب بيبقى عايز يلعب كويس الاول وبعدين يكسب. لكن في مدربين يقول لك اهم حاجه لازم الاول تكسب وبعدين شوف جو المباراه حصل ايه. شفنا في مباراه الاهلي امام مدياما الفوز تاخر لغايه 76 60 على قصيه كهرباء، والنهارده اتاخر في نفس التوقيت اعتقد فيوتشر اتاخر حاجه 60 باين. على شفت فوز فيوتشر ايضا النهارده ازاي في البدايه؟ شوف هو غير السنه اللي فاتت عندهم مشاكل يعني في اصابات كتير. عمر كمال ساعات مش مركز، ساعات خايف يتعور، هو برضو يعني ما بين نارين انتقالي هنا شغال على طول هنا وهنا وبعدين منتخب، لكن متماسكين وعندهم سكواد كويس قوي في اللعيبه ويقدروا يكملوا في البطوله دي للمراكز المتقدمه ان شاء الله. النهارده مجهود مبذول كبير جدا سواء كان من الزمالك او فيوتشر في المباراتين النهارده، ولقائهم مع بعض في الدوري يوم الاربعاء، ده ممكن يؤثر على لقائهم في الدوري. بتقول لنا مين اللي عامل المواعيد؟ مش انتوا؟ احنا لما ما عادي ما في اوروبا بيلعبوا ازاي؟ انا اقول لحضرتك لسه النهارده يا كابتن لسه كنت اقول لك اثنين ثلاثه عندك واربع. انا بقول لحضرتك دي حاجه كويسه جدا على فكره، لازم يتعود المواعيد دي لو اتعودت عليها اللعيبه المصريه انت بتخلق لاعب دولي على حق. مظبوط، بس هو الاعداد الاول بتاع الفرق لازم يبقى قوي جدا في الاول. يعني يمكن السنه دي نسمع 12 يوم 8 ايام، مش دي فترة الاعداد بتاعتنا القديمة اللي هي بتاخد من شهر لشهر ونص. وبعدين انت توقف دوري بقالك فترة متوقف، ده غير الدوليين يعني. فالحاجات دي انا ببقى حاببها لان بحس ان انا بتفرج على دوري اوروبي مش كل اسبوع وبعدين يتأجل تقعد باسبوعين. كان زمان الكلام ده يعني. لكن كل 3 ايام، وحتى يعني حتى في الدوري الانجليزي بيجي في اول اسبوع او اخر اسبوع من السنة تلعب كل 48 ساعة ماتش. فانت عامل حسابك، وطالما جالك الجدول من اول السنه فانت بتعمل حسابك عليه، فمالكش اي حجه. تمام، بتروح نادي الزمالك؟ اكتر ايام رحتها في حياتي الايام اللي فاتت. اللي فاتت هل تم تواصل بينك وبين مجلس الاداره، استشارتك في اي امور؟ لا لا تخص لا. ما فيش لا لا لا. تروح كعضو طبعا؟ نروح نقعد الناس القديمه بتيجي، كان كابتن غانم سلطان، كابتن خواجه، نصر ابراهيم، كابتن غانم، قعدت كابتن غانم وسلمنا مع كابتن فاروق. فاروق ما بيصحاش الصبح، لو الكابتن فاروق مع كابتن غانم بيروح الصبح الاثنين مع بعض. ده كان في مصطفى عبده كمان الله يديله الصحه، الله يرحمه، مسعد نور. دول ما تقدرش تقفل بقك من الضحك. وكنا قاعدين فبيرجعها تاني. في ناس بتروح بالليل جميله، فكل اللي ما كانش بيخش النادي ابتدى يجي دلوقتي لكن ما تقابلناش يمكن مع كابتن احمد سليمان غير مرتين كده وهو داخل. كابتن حسين السيد بس من الناحيه الثانيه احنا بنقف في الاداره. هم بيخشوا من الناحيه الثانيه لكن متابعين، واحنا في خدمه النادي في اي وقت. جميل. سواء بالمشوره او بالراي او باي سؤال يعني. ده شيء جميل جدا. طيب اخدك بقى لدوري رابطه الابطال، ومازيمبي تلقى هزيمه امام بيراميدز، وده كان فوز مهم جدا جدا لفريق بيراميدز لان هو معاه في المجموعه
يسيبوا الموريتاني وبعد كده سان داونز. هيقابل الفريق الموريتاني وبعد كده سان داونز المباراتين متتاليتين. فكونه ان هو ياخد 3 بونت من بازيمبي بحجمه وصولاته في القاره الافريقيه مهمين كبدايه برضه في مشواره الافريقي. ما انا بقول لحضرتك انت بتكتب انت عايز ايه؟ مظبوط. يا اول يا تاني. فبتقول الاول انت عايز تجيب تاخد الاول هتاخد كام بونت كذا. فهجيبهم منين؟ من ده وده وده وده. عندي 3 أو 4 ماتشات مثلا في القاهره. المفروض مش الكوره اللي بتقول احنا بنقول المفروض طالما عندك نسبه نجاحك 90% فدي 9 بونت. بتكسب ماتش او بتتعادل ماتشين بتبقى اول او تاني. لكن هتخسر من الاول هيحصل لك بعض الاحباط. وانت عندك مجموعه جامده دي اقوى مجموعه. اقوى مجموعه. البعض بيشايف ان فريق نوازيبو الموريتاني هو فريق ضعيف لكن انا بقول لحضرتك ده خرج اهل طرابلس من دور التمهيد الاول وبعد كده كان بلا بطل مالي في دور ال 64 وخارج ارضه بيبقى فريق شرس جدا جدا جدا. ازاي باتشيكو وازاي فرقه بيراميدز تتعامل مع المباراه القادمه انها مباراه هي مباراه الصعود اذا ما اراد الصعود في هذه المجموعه. 3 بونت. هو اكيد بص انا اشتغلت مع باتشيكو، باتشيكو بيذاكر كويس قوي. مش بيسيب حاجه للصدفه. يعني سيب ماتش الزمالك على جنب لكن هو دايما ايه سيب ماتش الزمالك؟ سيب ماتش الاهلي قصدي. لا ماتش الزمالك بتاع الكاس اللي فات في الكاس اللي هو خسره يعني مع بيراميدز لكن هو مثلا ايه هيقول لي مثلا فتح الله زمالك هات لي اتفرج على الماتش وهات لي المواقف اللي بتاعت الفرقه والقوه والضعف اللي فيها ومعاه محلل اداء يعني عشان ايه يبقى مشاركين مين اللي يلعب هنا؟ يعني ممكن بيشارك الجهاز معاه؟ دايما بياخد برايه حقيقه من زمان يعني ولكن مش عايز اقول فرقه موريتانيا هتبقى احسن من بيراميدز الا في حاله واحده بس لو ما حدش احترامها. لكن بيراميدز ممكن يكسب لان هو عنده موقعتين ورا بعض زي ما حضرتك قلت سان داونز صعبه شويه او صعبه بالنسبه لنا احنا كمصريين 3-0 في اللقاء الاول الاولاني خلاص لا وهو كمان مسبب لنا ازمه خصوصا مع الماتشات بتاعت النادي الاهلي. انا احساس ان المباراه دي هتكون مباراه سان داونز وبيراميدز مباراه كره قدم لان الفريقين الاثنين مفتوح ما بيلعبوش مدافع فرقه كوره فرقه كوره بيحبوا يلعبوا كوره بيحبوا يمتعوا نفسهم بالكوره حقيقي ده على فكره ممكن يطلع اوله ثاني انا يعني احساسي ان هو اول انا شايفه هيبقى الفرقتين دولت على حساب يعني مازيمبي هيبقى لكن زي ما حضرتك بتقول مباراه اللي هي الفرقه الموريتانيه دي ده الازم المشترك اللي في البطوله بالنسبه لبيراميدز انت 6 بونت منهم لو خدتهم مع نقطه واحده من مازيمبي هنا خلصت صعب صح ترتيبك بقى بعد كده خلاص خلصت الليل تعرف انت عايز ايه وعاوز تاخد ايه ده مظبوط. طيب الاهلي وشفت اداء الاهلي ازاي وليه فوز الاهلي تاخر وكانت عشوائيه جدا في نهايه الهجمات في الشوط الاول وتسرع كبير جدا 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 مع ان من افضل الماتشات اللي عملها الاهلي لكن ما خلي بالك طول ما المكسب بيتاخر يا دكتور انا متوتر يعني ممكن ابقى قدام الجون زي كهربا مثلا كوره في العرض لكن النادي الاهلي عنده من الخبرات اللي ممكن يتعامل مع الماتشات سواء داخل او خارج القاهره والتحسن اللي حصل في التغييرات حتى لو كانت بدري او مش بدري زي ما الناس بتقول لكن عملت احداث طفره في ان انت تكسب وده المطلوب زي ما قلت لحضرتك مش يعني حتى الاهلي لو لعب وحش وكسب ما ده المفروض لكن متفقين لو لعب كويس وخسرت او اتعادلت هي دي المشكله اللي ممكن تستضيفها في اول ماتش فلازم اول ماتش او ثاني ماتش لازم يبقى فيه 6 بونت لكل الفرقه المصريه ان شاء الله اللي جاي. طيب الاعلام الرياضي احيانا بيسبب ضغط بالنسبه للمدير الفني وحضرتك طبعا مدير فني العديد من الانديه ومنهم على راسهم نادي الزمالك خلى كولر البارح في المؤتمر الصحفي خرج عن شعوره وقال لهم يعني بسبب التغييرات وليه بتتاخر وليه فقال لهم بعد اذنكم وانا ماشي هاخد تليفونات كل واحد فيكم عشان تقولوا لي انزل التغييرات امتى وطريقه اللعب اللي انا العب بيها امتى. ايه اللي يخلي المدير الفني يخرج عن شعور؟ لا مش مفروض يخرج عن شعور لان هو راح مؤتمر. المؤتمر ده يعني انا من حقي ان انا اسال اي سؤال وحضرتك تجاوب عليه. لو مش عايز تجاوب قول مش هجاوب. لكن لا داعي للانفعال وانت كسبان. حصلت قبل كده مع سوريو قال ان كل الصحفيين بيكلموني ومش هقدر ارد عليكم كلكم مش عارف ايه لا لا المكان ده اتوجد لان انا اتسال واجاوب والا اعتذر مفيش اي حاجه تاني طب ما بالك بقى لو كان خسران كان هيرد على اي سؤال كانش هيرد على اي سؤال ويمشي لكن
لازم يبقى عنده صدر رحب وياخد الوضع بتاع الاسئله على ان هو انا عايز استفيد وانت بتاخد مني اسئله ممكن تفيدك بعد كده، ممكن مش عايزها خلاص بس جاوب عليها وخلاص. لا داعي لازم اكون هادي شويه ولا داعي للعصبيه وان انا اتنرفز او ما اردش على اي مين اسئله. مين اكتر المدربين الاجانب اللي انت تعاملت معهم وكان عصبي ومين اهداهم؟ اهداهم باتشيكو. باتشيكو باتشيكو هادي. كم مدير فني اجنبي تعاملت معاك بصراحه؟ كتير. باكيتا، ماكليش ده اللي مش هتعوض، اسكتلندي. في اللعب بقى في مايكل ايفرد، في نانكوفيتش، في ناس كتير. بس بصراحه ما كانوش عصبيين. مايكل كان عصبي جدا بس كان مدرب قوي، سواء كان في الزمالك والمقاولين العرب. بصراحه الزمالك حقق بطولات، الاهلي خده بقى وهو بيفرفر. يعني الزمالك خد بطولات في عهد مايكل ايفرد في بدايه التسعينات والمقاولين. ومن وراه برضه ديف مكاوي برضه في الزمالك. طبعا في التسعينات طبعا. كان ممكن خلي بالك كابرال كان كويس جدا. بس انا كنت بطلت يعني على مستوى عالي جدا في الفنيات. فينجادا. طيب فينجادا النهارده كنت يعني دايما على تواصل معاه، فكنت النهارده عاوز اشوف اخر التطورات بتاعه سبورتنج لشبونه والتدخل عشان تخفيض العقوبه او اللي هي يعني تبقى على دفعتين، فلقيته في الويك اند وانت عارف هم، فبعت لي قال لي انا في الويك اند اخلص وانا لا بس اترفض. مش اترفضت، قالوا احنا عايزين دفعه كاش. ما قال لك بقى لها فتره كبيره ده اعتقد 8 سنين. ده اللي قاله لي. طيب من المدربين المصريين قبل ما اروح لملف التدريب، شايف مين الابرز على الساحه حاليا من جيل شباب المدربين؟ احنا الشباب عندنا بيبدا بعد الخمسين. الحاج الشاب. علي ماهر. علي ماهر. في كان فتره كبيره احمد السامي. في طارق العشري. لا فتره كبيره. تراجع. تراجع شويه. طارق العشري يعني نتائج. ما انا ما اقدرش لان انا ما شفتش تمرينك ولا قعدت معاك ولا مرنت معاك، فمش هقدر احكم غير على النتائج. في طارق العشري. اللي جاي ان شاء الله طارق مصطفى. طارق واحد من افضل. خالد جلال. انا اتمنى الحبيب قلبي بس لازم ربنا ان شاء الله يفكها ايهاب جلال. ان شاء الله ربنا يفكها لانه مدرب كويس ومحترم واخلاقه. انا اسماعيلي في ظروف صعبه قوي يعني أوي. ربنا ان شاء الله يقف معاه. مدرب كويس جدا، محترم جداً ومؤدب واخلاقه كويس بصراحه. وانا اتشرفت اني مرنته في المصري. حاجه اتمنى من ربنا ان يفك عنه ووفقه. هو اكبر من دوله شويه لكن انا بحبه. مين اكتر لاعب مرنته ودايما لعيب يعني بيسمع الكلام واخد باله من تدريبته من تمرينه واخد باله من نفسه وعاوز يكون دايما رقم واحد؟ مفيش غير حسام حسن. حسام حسن. والله يا دكتور انا طبعا انا اتشرفت في الفرقه دي اللي كان معايا ناس. نادر السيد، سمير كمونه، عماره، فضل، محمد فضل، حسام، ابراهيم. حاجه يعني كنت بتمرن الاهلي المصري. كان الحاج سيد متولي الله يرحمه. الله يرحمه. كان جاي من الفرقه دي. الله يرحمه. حسام ده ملوش وصف. لا مش بهزر والله بجد. كابتن حسام ده مش واخد حقه والله ما واخد حق الراجل ده يعني حرام. لا انا بقول لك ليه قعد لغايه اعتقد 40 او 42. لو في كدمه يقعد ليل نهار تلج مش عارف ايه ويتكلم ويعمل ويعمل مرهم. عاوز يرجع بسرعه بسرعه. مش عاوز يقعد مثلا ما بيحبش كان يقوم هو على الفطار الصبح. كان يجي يستأذن حسام، والله يا كابتن باذن الله بس تنام هجيب لك جون او جونين. وزي ما يكون فعلا الشوالي اللي بيناموا دول سحر في الملعب. في التقسيمه، في التقسيمه الودي ما يحبش يخسر لا هو ولا ابراهيم. هم مش حاجه غريبه. كل الفرقه بتشوفهم فبتعمل زيهم، فالفرقه كلها بتلعب زي بعض. وانا اتشرفت ان انا مرنتهم وعنده الغريزه دي. حتى كان الناس يقول لك قاعد واقف في الملعب وعصبي وبتاع لان عايز يحمس اللعيبه عشان عايز يكسب، ودي حاجه كويسه. ومين اكتر لاعب شفت ان هو ظلم نفسه وظلم موهبته؟ لا في كتير، وخاصة يعني مثلا ما كنتش اتمنى ان ايمن حفني يبطل بالسرعة دي وبالسهولة دي. كنت اتمنى ان يقعد فترة كبيرة في الملاعب. لكن هو لازم الناس تعرف حاجة، ان لاعب الاهلي والزمالك اللي اتربوا في النادي بيبقى عندهم القوة
اقوى من اللي جاي من بره، لان اتمرن الصبح بعد الظهر وراح معسكرات يعني اتمرمط في التدريبات. اللي بيجي لك من بره ممكن يكون بيتمرن 3 4 ايام في الاسبوع، فده عنده قوه اكتر. كنت اتمنى ايمن حفني يبقى كده، اتمنى انا اتمنى شخصيا من مصطفى فتحي يبقى طول عمره في الملاعب او وقت كبير جدا في الملاعب، لان بيستمتع بيه. شيكابالا ظلم نفسه ولا مظلوم؟ شيكابالا اتظلم كتير، وانا مش بدافع عنه، انا اللي انا شفته اتظلم وهو صغير في نادي الزمالك، ما تعرفش الناس تتعامل معاه كويس. طلع فتره محبط في نوع من اللعيبه عاوز اللي يطبطب عليه ياخد منه كل حاجه. كان شيكابالا نفس الشيء، كان دايما بعض المدربين الله يرحمهم يحسسوه ان هو قاعد بيمنه عليه. طب هو جاي من اسوان هيبات فين يعني؟ ما لازم يبات في النادي، دي حاجه من الحاجات يعني. اللي مغترب يبقى لازم ياكل، فكان بيعاملوه بجفاء شويه. لكن هو ده يطلع ابيض. انا معاك. هو اتظلم كتير لان الناس جت عليه كتير. في فترات كتير بطل، انت ما خدتش بطولات، مع انه واخد بطولات كتيره جدا. كبر في السن، لا يعني انا لو بضرب دلوقتي شيكابالا وبيجي لي كل يوم التدريب يا دكتور وبيأدي التمرير زي واحد عنده 20 سنه. اقول سن؟ لا خلاص يعني بالعطاء داخل الملعب. فعشان كده هو اللي يقول انا اعتزل امتى. مش الناس اللي تقول شيكابالا اعتزل امتى. طيب عندي كلام كتير جدا، وعندي كمان ما يخص منتخب مصر واسئله متعدده في كافه الاتجاهات، لكن اطلع فاصل وارجع اكمل مع نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، وهذا اللقاء الممتع مع نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي الزمالك. هتسمح لي في البداية بس أخذ المدير الفني التونسي لفريق أبو سليم الليبي الكابتن شكري الخطوي. كابتن شكري أهلا بيك ومنور القاهرة وأهلا بحضرتك. مرحبا كابتن إيهاب، تحية ليك، تحية لكل الحضور وتحية لكل الشعب المصري. نبدأ نقول مبروك لنادي الزمالك وهارد لك في النادي أبو سليم، إن شاء الله خيرها في خيرها، إن شاء الله يا رب المباريات. هارد لك كابتن شكري. يعني بكل تأكيد كانت مباراة صعبة للمشاركة الأولى لفريق أبو سليم اللي حقق يعني مش عاوز أقول مفاجآت لكن نتائج أكثر من رائعة في الأدوار التمهيدية بالفوز في لقائين مهمين جدا جدا على فرقتين كبار في القارة الإفريقية، والنهاردة كان أول لقاء في دوري المجموعات أمام نادي الزمالك بتاريخه أيضا في القارة الإفريقية. إزاي كنت مجهز لهذا اللقاء وكانت طموحاتك من اللقاء؟ هل الخروج والعودة إلى ليبيا الشقيقة بنقطة ولا كان عندك أكثر طموحا من ذلك؟ شوف ولي للأمانة هو إيه مدرب ديما ما تلقاش مدرب يقول لك مش نلعب على نقطة نلعب نهزم مهما كان المنافس، يقول لك مش نلعب مش ننتصر. حتى الميساج اللي يعطيه للملاعبين وكل شيء بعد يقعد توفيق من عند ربي يقعد حقيقة بتاع الملعب. اليوم نادي بوسليم في مواجهة الزمالك، معناتها الزمالك مش انا باش نحكي عليه، من احسن الفرق في افريقيا، الزمالك اللي يحتوي عديد اللاعبين الممتازين، صاحب التاريخ، صاحب الالقاب. عكس نادي بوسليم تعرف فريق طموح، صحيح تعدينا في الدور الاول مع فريق زاد هو صعب ولابيد بيجي حامل الكاس التونسيه، بعد لقينا كامبالا سيتي زدنا تعدينا، اليوم في اول مباراه في المجموعات ادينا الزمالك. حضرنا المباراة بروح المجموعة بتاع الفريق، شفت اليوم مباراة للأمانة، معناتها صحيح نادي الزمالك كانت عنده الكرة، كان عنده كرة بدون خطورة، هذا اللي ما كانش قبل. في أي مباراة تشوفها نادي الزمالك ما ثماش مباراة اللي تفرجت فيها أنا، نادي الزمالك ما يلقاش روحه موجودين أربعة خمسة فرص معناتها سامحين للتسجيل. هذا ما صارش في الشوط الأول، نفس الشيء ما صارش في الشوط الثاني، ممكن في كرة واحدة حتى استنينا دقيقة 75، معناتها كنا دفاعيين منظمين بالباهي، معناتها سكرنا المساحات للاعبين الفنيين تاع نادي الزمالك في الأروقة، نعم حتى في العمق، ولو اليوم شفت معناتها الإطار الفني تاع نادي الزمالك ما لعبش موازن صريح. ممكن عرف اللي نادي بوسليم يدافع بالباهي حب يمشي في الأطراف. جات كورنر معناتها في دقيقة 75 سجلوا على كرة ثابتة، وهذه ميزة من ميزات الفرق الكبرى.
كما كنا نادي بوسيان زاد كنا نرجع على على كورنر في الدقيقه 88 كانت على العارضه على كل مبروك نادي الزمالك. انا اتصور قدمنا مباراه ممتازه ممكن هجوميا كنا نقدموا ما خير صحيح ممكن زاد سوء الحظ في 3 4 ايام الاخيره انصاب لاعب المحترف بيتري اللي كان مهم ومهم جدا سواء في البدايه ولا حتى في الشوط الثاني كما اي اللي سابه حرمته اليوم باش يكون موجود سواء في الكاساسي ولا في دكه الاحتياط كاي مدرب يحضر البلان ا وبلان بي في المباراه للامانه معناتها مش خاطر المباراه الفائته كنت محضر البلان ا سي كو نهزوا نادي الزمالك اكثر وقت ما يسجلش باش يخلينا المساحات حتى الدقيقه 75 التغييرات الزوز وحتى رده الفعل تمنيت لو كانت في 0-0 خاطر خليت الربع ساعه الاخير مش نبذ زوز لاعبين سريعين كنت نقول كان الزمالك ما يسجلش في 75 80 باش يخلينا المساحات باش يكون معناتها يلوج على تسجيل الاهداف ونجم خلينا المساحات سجل نادي الزمالك التصرف مبروك نادي الزمالك ملاعبين يقدموا ما عليهم ما تنساش المنافس اسمه نادي الزمالك ونتصور للامانه معناتها اي فريق كان ينجم يكون قدام نادي الزمالك اليوم معناتها بالجماهير هذيك الموجوده كان يلقى برشا اشكال ممكن اكثر من نادي ابو سليم. تمام، شايف حظوظ فريق ابو سليم في الصعود من خلال هذه المجموعه اللي بتضم بجانب الزمالك سوار الغيني وسجرادا الانجولي اللي فاز على سوار طبعا في المباراه الافتتاحيه ايضا، شايف حظوظ فريق ابو سليم بعد هزيمه النهارده ايه؟ شوف شوف هي الواقعيه باهيه برشا. هزيمة النهارده ماهيش تأثر برشا على أبو سليم، خاطر تم واقعية في الكورة، الواقعية تقول نادي الزمالك سيكم في طريق مفتوح في المجموعة هذيا نظرا اللي اسمه نادي الزمالك. بقات بعد اللعبة نادي أبو سليم سجرادا سوار، نادي أبو سليم ينجم يتفوق على الفرق هذيا. إن شاء الله. يعني بترشح الزمالك وأبو سليم للصعود من خلال المجموعة دي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله طبعا مع احتراماتي للفرق. أنا أتمنى يعني أنا بتمنى ذلك والله صعود الزمالك بصحبة أبو سليم، يعني أنتم عارفين الأشقاء سواء في ليبيا أو في تونس يعني عمق العلاقة اللي بتجمع ما بيننا، إن شاء الله يكون الصعود على المجموعة دي الزمالك وأبو سليم إن شاء الله. شوف شكرا. شكرا للتمنيات كذية واكيد هو الحاجه المهمه اليوم كما قلت انت يا شقاء ليبيا مصر ومدرب تونسي ولاعبين تونس معناتها ثلاثه بلدان تقابلوا حكم تونسي ثلاثه جنسيات تقابلوا في المباراه المهمه اللي خرجت بروح رياضيه سواء بين اللاعبين بين الاطراف الفنيه عندنا بعضنا عندي كابتن الزمالك الجمهور كان مثالي كان في كل فرح رياضيه فريمون مباراه شقاء بعد يقعد منتصر يقعد منهزم المنتصر نقول له مبروك والمنهزم هارد لك ان شاء الله اليوم عندنا سجرادا عندنا سوار زوز مباريات نهار 3 ونهار 10 هتلعب في ليبيا ولا هتلعب خارج ليبيا؟ لا شوف احنا راهو الفريق الوحيد بين تشامبيونز ليج وكاس الاتحاد الافريقي اليوم خامس مباراة افريقية نادي بوسليم ملعبنا ولا مباراة في ليبيا كلهم خارج الملعب نتاعنا احنا مباراة سجرادا لحد المقبل ولحد اللي بعده مباراة سوار باش نلعبوهم الزوز في عنابة في الجزائر ان شاء الله هتلعبهم مباراتك مع الزمالك هتكون فين في تونس ولا في ليبيا ولا في القاهرة؟ لا تونس مبدئيا لعبنا فيها الدور الاول الدور الثاني توا مغير ورد علاش خاطر ثم النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي يلعبوا في ملعب رادس الوحيد المؤهل للافريقيه وتعرف تعرف معناتها الاتحاد الافريقي ما يعطيش ملعب لاربع فرق دونك تونس ما ثماش امكانيه باش نلعبوا فيها اخترنا الجزائر مباراه سجرادا ومباراه هتلعب في الجزائر مباراه سجرادا ومباراه سوار الغيني مباراه سوار اللي هما متتاليين نهار 3 ونهار 10 في الشهر المقبل ان شاء الله ومباراه الزمالك ما تحددش الملعب بعد مباراة الزمالك ما تحددش الملعب الحين مازال ما تحددش الملعب يعني الاقرب قد يكون الجزائر ان شاء الله يكونوا لما لا يكونوا في الوقت هذاك مترشحين احنا والزمالك وتقول حتى عاود البصر شلون المشكلة يعني في حالة ما يكون تحدد شكل المجموعة في حالة ما يكون تحدد شكل المجموعة بصعود الزمالك وفي ممكن تتلعب في القاهرة لا لا انا نمزح معك طبعا احنا جينا لمصر فرحوا بينا متشكرين الناس كل لقينا الديار ما حسيناش في اي وقت بكل تاكيد ما حسيناش روحنا خارج البلد نتاعنا ويحسن لنا شرف كيف جربوا مع الزمالك حتى في مصر ما عندنا حتى مشكله احنا بطبيعتنا ما عندناش ملعب ان شاء الله هي مناسبه يا ربي ليبيا تكون
عند ملعب الإفريقية في القريب العاجل. سيد شكري، عاوز أسألك عن علي معلول في النادي الأهلي، نجم منتخب طبعا تونس والنادي الأهلي المصري، وهناك أنباء عن أن في لاعب آخر ممكن يكون بديل لعلي معلول الفترة القادمة، هو لاعب هشام بكار، لاعب الاتحاد المنستيري المرشح للانضمام للأهلي لخلافة معلول. شايف أداء معلول خلال الفترة دي، وهل الأهلي المصري في احتياج إلى بديل لعلي معلول خلال الفترة القادمة، وتقييمك لهشام بكار لو انضم للنادي الأهلي؟ والله إذا أقول لك أنا ما نحبش ندخل في شؤون داخلية فريق نادي الأهلي، ما ينجم يشك حتى حد لعلي معلول من أحسن اللاعبين خلقا وكورة، واللي تصوروا في بالك، ومعلول معناتها قدم مباريات من أحسن ما يكون معناتها مع الأهلي الليبي، ولاعبين الناس الكل تحبوا في تونس، التواضع والأخلاق والكرة في الملعب. إن شاء الله نتمنى له التوفيق يا رب. إن شاء الله. لكن هشام لعيب كويس، يعني لعيب متمكن. إن شاء الله يا رب يوفق الجميع. إن شاء الله. طيب أشكرك شكرا جزيلا سيد شكر الخطوي، المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، شكرا جزيلا. طيب معانا إيه يا جماعة قولوا لي؟ طيب أرجع للكابتن محمد صلاح مرة تانية، أرجع وأقول أنا مش عاوزك تبقى قاعد معايا هنا، أنا عاوزك في الملعب إن شاء الله بإذن الله تعالى. فين من بعد الترسانة؟ لا أنا بعد السعودية، بس جيت متأخر شوية. كان يعني كنت كل الناس تسكنت في الأندية، و كانت في مفاوضات من أسوان كان عندي علم بيها، ما بس ما اهتمتش. بس يعني إن شاء الله، يعني أنا متأكد إن في أكتر من عرض إن شاء الله خلال الفترة الماضية، وأنا بلاش يعني أقول على الهوى، لكن أنا عارف إن أنت قريب جدا هتبقى في أحد الأندية بإذن الله اللي موجودة، إن شاء الله متخصص صعود كمان دلوقتي في إن شاء الله خير والله. إن شاء الله بإذن الله، نتمنى دايما نشوفك متألق وكالعادة على طول. طيب هل انت شايف ان ضغوط الجماهير في مصر خصوصا في القطبين الاهلي والزمالك هم السبب في عدم تولي ابناء الناديين للمسؤوليه في التدريب؟ دي حاجه منهم. حاجه منهم يعني. والحاجات التانيه؟ في حاجات تانيه كتير، يعني مثلا دايما المدرب المصري بيبقى قلقان ان ما بيعملش عادي، ويقول لك ابن النادي مثلا يعني، وده تحت ايدي. الحاجه الثالثه في بعض الاحيان ممكن حد يتدخل في شغله. الحاجة الرابعة دايما غالبا في معظم المدربين بيشتغلوا بالعاطفة، وده اللي بيفرق الأجنبي بقى. الأجنبي معلوش عاطفة ولا حاجة، عارفش حد يعني، عايز يكسب وخلاص. إن شاء الله يكون عنده 15 لاعب بس. دي الحاجات اللي بتفرق، لكن لو توفرت للمدربين المصريين. ممكن أنا قلت لحضرتك وسألتني سؤال، وقلنا في ناس كويسة قوي طالعة، هي مش شباب زي ما حضرتك بتقول، فوق الخمسين مش عارف، شباب شباب القلب. شباب القلب. هي بس الفرصة. وخلي بالك في أبناء الزمالك والأهلي اتعودوا على الضغوط، بس المساعدة من مجلس الإدارة مش من الجمهور، لأن الجمهور عايزك تكسب. وخلي بالك الجمهورين بتوع الأهلي والزمالك يا دكتور فيهم ميزة، لما بيعرفوا إن أنت بتشتغل كويس، النهاردة مش موفق مثلا، بيبقوا في ظهرك، بيقعدوا يشجعوك، لو خسرت ما تقلقش إحنا معاك. فدي حاجات بتطمنك. بس زي ما قلت لحضرتك بعض الأشياء التانية الصغيرة دي اللي ممكن لو تمت يقدر المدرب المصري يمسك اهلي وزمالك طبعا. تمام، خليني اخد بس على التليفون معايا كابتن محمد فاروق، نائب رئيس لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. كابتن فاروق مساء الخير، منورنا واهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور، انت منور الدنيا كلها وحد من المحترمين. شكرا. ومعاك حبيبي كابتن محمد صلاح، يعني وحشنا عليه، يعني واحد من المدربين الكبار على فكره، يعني كل عمل انجاز عندنا هنا في بني سويف، وحب الجماهير يعني دايما متألق، وانا بحييكم على المجهود الكبير المبذول من خلال لجنه الحكام برئاسه مستر بيريرا للنهوض بالتحكيم المصري. شفنا يعني اكثر من طاقم تحكيم في المعترك الافريقي، سواء كان في تصفيات كاس العالم وايضا في دوره بطله الابطال والكونفدراليه، اطقم تحكيم مصريه كامله بتدير العديد من المباريات، وكالعاده نزاهه التحكيم المصري والتألق في الملاعب المختلفه. لكن النهارده فوجئنا بشكوى من النجم الساحلي للاتحاد الافريقي في حق الكابتن محمد عادل، ادار مباراه الترجي التونسي والنجم الساحلي، واتهام للكابتن محمد عادل بان هو اهدى فريق الترجي ركله جزاء غير صحيحه على الاطلاق. وانا هنا قلت ان الحكم بشر يخطئ ويصيب، لكن ليس عن عمد وليس عن قذ، وان التحكيم المصري دائما ما يشهد له بالنزاهه داخل القاره الافريقيه وفي اي مكان في العالم. اولا كامل احترامي للفرق التونسيه، لكن انا بعترض وقف عند كلمه انه اهدى
لا عمر محمد عادل اهدى لتونس ولا غير تونس ولا 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 اي فرقه في مظبوط في الماتشات الافريقيه ولا الدوليه. محمد عادل واحد من الحكام الكبار، واحد من الحكام اللي اشادت بيهم تونس دايما في كل مباريات تونس اللي كان بيروح هناك، واحد من الحكام الكبار ماتشاته اللي عملها ماتشات عظيمه وماتشات قويه. فما ينفعش لي انا اقول يهدي حتى لو في خطا، يعني الخطا غير مقصود تماما. محمد عادل مش عايز اقول لحضرتك انه يتمتع بسمعه هو كل حكام مصر بسمعه اخلاقيه رفعت المستوى، ادى اداء عظيم جدا الفتره السابقه، ماتشاته في الدوري المصري وانت شايف ان محمد واحد من نجوم الدوري المصري السنه اللي فاتت او والقاره الافريقيه، والله مش الدوري المصري والقاره الافريقيه. فطبعا يعني انا بستغرب من كلمه اهدى دي خالص، وبقول ان محمد عادل ياما اشادوا بيه في ماتشات تونس، واكيد هم يعلموا معدن الحكم المصري، والحكم المصري معدنه معروف، ويوم ما بيبقى في خطا بيبقى خطا غير مقصود. يعني النهارده يعني حكم، يعني احنا قلنا النهارده ايضا الزمالك ليه ضربتين جزاء واضحين جدا جدا في مباراه، والحكم التونسي النهارده ما احتسبهمش نادي الزمالك. مش هنقول لا ده يعني خطا بشري، ممكن تقديره ان الكره ما فيهاش ركله جزاء، معايا ولا لا يا كابتن؟ اه متفق معاك طبعا. هل دلوقتي مثلا الزمالك لما يطلع يقول هو ليه ركلتين جزاء ويطلع يقول ان الحكم ما اهدناش ونتكلم بنفس الصيغه؟ طبعا لا، كلام مرفوض تماما، لان احنا بنقدر الحكام عامه، بنقدر حكام تونس وكل الدول وكل الناس اللي بتيجي تلعب عندنا في مصر، وياما ماتشات كتير خسرها الزمالك او الاهلي او المنتخب او بيراميدز او فيوتشر ايا كان. والقصه بنقول ان هو خطا بشري ولا نعلق ولا بنقول انه بيهدي. يا كابتن انت فاكر مباراه الترجي والاهلي انرام والهدف الشهير اللي كان كره طايره اللي كان موجود هناك وكانت واضحه للدنيا كلها يعني، والاهلي خرج بهذا الهدف وغيره وغيره. لكن حكامنا، هقول لحضرتك حاجه يا دكتور، لو حكامنا على درجه كبيره جدا من الكفاءه الفنيه والاخلاقيه، مش هتلاقيهم ان كل حكام مصر بتدير تصفيات كاس العالم وكاس الامم. مظبوط، النزاهه معروفه على الحكم المصري. طبعا بسم الله ما شاء الله كده، يا رب كده تزيد من التقدم، وموجودين في كاس الامم، احنا واخدين 6 حكام في كاس الامم. يعني الاتحاد الافريقي ياخد 6 حكام من مصر، يبقى دليل في 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 حاجه حلوه يعني، زي ما بنقول ما حصلتش قبل كده بالعدد الكبير ده خالص خالص يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله. طيب السوبر المصري هيكون بحكام مصريين؟ اكيد طبعا، صور المصري بفرقه مصريه، وبالطبيعي ان الفرقه المصريه هتكون لها حكام مصري. تمام جميل، ده شيء جميل. طيب هيعلن امتى الاطقم الخاصه بالسوبر ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه، يعني احنا عندنا اجتماع يوم الاربعاء، يعني بعد كده هنحط الرتوش الاخيره ونحط اللمسات الاخيره، وبعد كده بقى مستر بيرا يحدد هيعلن امتى الاسماء. ان شاء الله باذن الله، بتمنى لكم التوفيق كابتن فاروق. ويعني قبل ما اختم، هل هيكون في رد من لجنه الحكام المصريه فيما يتعلق بشكوى النجم الساحلي للاتحاد الافريقي ولا مفيش رد؟ احنا ما وصلتناش اي حاجه لغايه دلوقتي رسميه، ويوم ما توصلنا حد هنرد طبعا. تمام، وانا معاك في ده تماما. احنا هيبه التحكيم المصري ودعمنا للحكام المصريين في كل المحافل الدوليه ده شيء واجب علينا، وكل التقدير لحكامنا، حكامنا بخير ما شاء الله، بيؤدي مباراه اكثر من رائعه. أنا قلت البنا وأمين عمر، مش عايز أنسى حد، والغندور ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين ومحمود ناجي وعاشور ومعروف، الجميع بصراحة مشهودهم بالكفاءة وعاملين موسم أكثر من رائع في البطولات الإفريقية. أشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم. استأذنك بس أقول حاجة يا فندم، اتفرجت على المباراة؟ لضربتين في ضربة، ده للزمالك؟ لا الترجي، في الترجي. اتنين، اصل التلامس حصل من الاثنين في اللعيب وهو بيعدي. انا للاسف ما اتفرجتش على ضربه جزاء. ضربه جزاء صرف النظر عن ادي اللي عليها المشكله، هم جابوا لنا هو النهارده اوباما كان نفس العمليه لما رجله خبطت، بس هو كان عمل له العرقله في البدايه وما اتحسبتش، بس نقول ده لمس الكره قبل اوباما بس سندوتش اللي حضرتك شفته ده، والولد جاي بسرعته، فاي تلامس هيقع. محمد عادل من الناس لا لا ده احسن واحد، وياما ادار مباريات، يعني مش عايز اقول ده الطاقم المصري بتاعنا، يعني حاجه ما شاء الله، يعني والله بجد حاجه تشرف في القاره الافريقيه وعشان كده 6 حكام موجودين في نهايات كاس الامم. ما تيجي بقى كده يا كابتن يعني مع بعض كده يلا نهدي الدنيا شويه. تمام، واحنا ولعناها، احنا ولعناها دي والله، احنا على مالنا خالص. صح ولا غلط؟ اختار معايا هنا؟ لا لا هنا هنا، خليك معايا ركز معايا. اطلب شاي بحليب تاني؟ لا 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 خلاص بالليل، خلاص خلاص. فاكر الحلقه اللي عملناها مع بعض في الحسين؟
والله لسه متنسيش. لسه متفرج عليها من 3 ايام. حلقه كانت لالا والطربوش والعود والدنيا كانت ما عملتهاش انت تاني. لا الدنيا كانت جميله هي مره. لا رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. صح او غلط، الزمالك سوف يعاني الموسم الحالي اذا لم يستطع التعاقد مع صفقات جديده. غلط. غلط. اللي موجودين هيسدوا طالما مفيش فتح قيد هيسدوا. اذا فلازم زي ما قلت لحضرتك يجيب على الاقل 4 لعيبه كويسين. مش عارف اجيبهم منين لان يناير دي ما فيهاش لعيبه كويسه. النهارده كان هتاف الجماهير في المباراه فتح القيد فين وعد الحر دي. بس انا عايز نصبر على المجلس. ايوه عايز اقول هو لازم بيدفع المستحقات المتاخره الاول وبعد كده بيشوف اللي هي هتشيل 30 لعيب. أيوة يلعبوا صح. الباقي ما هو انت ممكن تفتح بس معكش الكم اللي هنا وهنا. فارجو من الناس يصبروا شويه على مجلس الاداره لغايه ما نشوف هيحققوا ايه باذن الله. انا معاك في دي، لازم نصبر شويه. الناس شغاله ولازم ان احنا نكون في ظهرهم بكل تاكيد. طيب بعض اللاعبين كانوا سببا في عدم نجاحي خلال تجاربي مع بعض الانديه الشعبيه، صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. غلط. لا لا كانش فيه اي حاجه. لا لا من كده. لا اصل الشعب ده لازم انت يكون عندك القدره ان انت تستحمله. الهتافات اللي بتكسب بيشجعوك، بتخسر بيقولوه كذا، لازم تعمل كل حاجه. تمام. صح او غلط، لو تم توفير مناخ مناسب لفيريرا عام 2015 واستمر مع قياده الفريق لقاد الزمالك بالعديد من الالقاب. فيريرا؟ تعمل له كل حاجه بصراحه. تعمل له كل حاجه. كل حاجه. الا ان هو ما كسبش فمشي. يعني كان الخطا من عنده. من عنده. صراع الادارات كانت سببا في عدد الالقاب بين الاهلي والزمالك. في فارق الالقاب بين الاهلي طبعا والزمالك. طبعا. صراع الادارات؟ يعني شوف مثلا جيل السبعينات والثمانينات يعتبر احسن من الاهلي. بس الاهلي منظم، احنا مش منظمين. كنا عندنا نجوم اكتر من الاهلي، بس فرق المدربين او الاداره، خلينا الاداره مش عشان ما نظلمش المدربين، الاداره اللي مش عارفه تتحكم في نجوميه اللعيبه اللي عندها. تحكم في نجوميه اللاعبين. فبقت البطولات اقل من النادي الاهلي. هتختار واحد من ثلاثه افضل مدير فني في الدوري المصري حاليا، احمد رؤوف، طارق العشري، علي ماهر. حاليا دلوقتي؟ مصري. علي ماهر. علي ماهر. ليه اخترت علي ماهر بدون اولا رؤوف من الاصدقاء، لان هو اصغر مني. اللي انا مقتنع تماما ان هو جاي. علي على السنه اللي فاتت. يعني خلينا نتكلم، يعني الموسم ده لسه 7 جولات. لا والمصري قبل خلاص حالي. لكن مش عايز احكم على علي دلوقتي غير نهايه الموسم. لو قلت لي الموسم ده هيبقى احمد رؤوف. لكن اللي قبل كده والخبره. علي. علي ماهر. طيب افضل مدير فني اجنبي في الدوري، كولر ولا باتشيكو ولا ريكاردو مدرب فيوتشر؟ لا كولر. 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 كميته مع الاهلي خلاص فهم. انا بتكلم كمان على السنه اللي فاتت. البطولات اللي حققها اعتقد 5 أو 6. طيب صح ولا واحد من ثلاثة، وقفت بجوار فاروق جعفر رغم الخلافات في الانتخابات الماضيه بسبب زماله الملعب، ولا وساطه البعض، ولا لعدم قناعتي بالمنافسين؟ وساطه البعض. وساطه البعض. رجعت المياه المجاريه ولا لا؟ لا بعد الانتخابات ما حدش شاف حد ولا مين من النجوم اللي تدخلوا عشان يعني مش النجوم؟ لا ده حاجه جت من بره النادي خالص، يعني من بره النادي. هو مش عشان تقف معاه، احنا ما كناش مقتنعين ان هو ينزل. الاول كان نائب وبعدين عايز رئيس. كان في قعده عند كابتن ايمن يونس. دي كانت رايحه لحته وتغيرت لحته ثانيه خالص. يعني احنا كنا رايحين لسعيد الجدي وتقابينه. وبعدين عشان ايمن عايز يشوف الناس كلها. لكن اتحولت لانتخابات. ففاروق قال انا هبقى نائب، تاني يوم بقى رئيس. كان نائب مع مين؟ مع كابتن احمد سليمان. مع كابتن احمد سليمان. وبعدين احمد مشي راح مع كابتن حسين. فاروق لسه مش عامل قايمه. الوقت جري سريع. حتى انا كنت قلت له في مره ان انزل الاول عضو، زي مثلا ابراهيم يوسف الله يرحمه، زي ايمن يونس، زي كريم شحاته، الناس دي خدت من تحت. هو عنده كان عنده قناعه وكان حد مكلمه انه يبقى رئيس. ف تمام بلاش اركز في السؤال، يعني خلينا عدي. لا 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 لو حضرتك عايز تسال لسه. افضل مدرب اجنبي تعاملت معاه خلال مسيرتي في كره القدم، افضل مدرب تعاملت معاه باركر ولا لوغوزلافي نوكوفيتش؟
نيكوفيتش. نيكوفيتش ده افضل واحد. نيكوفيتش كمان كان معاه يعني مثلا كان الكابتن حسن الشحاته ابتدى يدرب معاه. كان عنده حاجات جميله جدا. باركر ما حضرتوش فتره كبيره يعني حوالي يمكن فتره اعداد بس ومشينا. على طول. افضل مدرب اجنبي تولى تدريب نادي الزمالك، كابرال ولا ديف مكاي ولا فيرير ولا حد تاني لو انت عاوز تضيف حد تاني؟ لا مايكل ايفرت. مايكل ايفرت اه من المقاولين للزمالك. اه عمل طفره في النادي الاثنين في الوقت ده. عمل كمان نظام احترافي في نادي الزمالك. عمل السيطره اللي قلت حضرتك عليها دي على النجوم دي كلها. كان موجود صح عدد من النجوم يعني ما... ازاي تقدر تتحكم فيه وتتمرن ومش هتمرن مش هتلعب وتيجي الصبح وتيجي كنا بنيجي الساعه 7 الصبح. اكتر مباراه للنادي الاهلي ما تنساهاش حصل لك موقف فيها؟ اول مباراه كسبناها 2-0 بعد فتره عجاف حوالي يمكن 5-6 سنين مش عارفين نكسب. فلاجي مايكل درس ليه احنا بنخسر من النادي الاهلي. فاول ليه كان الزمالك بيخسر؟ نفسي ولا ايه؟ في لعيبه كانت محظوظه على الاهلي زي احمد عبد الحليم. احمد حلمي لو جبته من الشارع كان يجيب اجوان يلعب يجيب اجوان. وفي ناس كانت بتقلق. الحاجه الثانيه احنا قعدنا زي ما قلت لحضرتك مش منظمين جوه الملعب او اداريا من بره. طب انت هتلعب ايه بقالك مثلا 5 سنين ما بتكسبش بتتعادل او بتخسر. محدش درس ليه؟ فجينا مايكل خد بقى الفايل ده كله ودرسه. كان بيخلينا نروح نتفرج على الاهلي بيلعب في الاستاد. نتشتم ما تشتمش لا هتيجي. كنت انا طبعا انا الوسيط في العباسيه. ينزل تيت انزل يلا. كان بياخد بقى المدافعين نص ملعب المهاجمين. قعدنا كده حوالي شهر ونص تدرس الاهلي على الملعب عشان اول ماتش بالنسبه له. وعارف ان احنا بقى لنا كذا سنه ما كسبناش فكسبنا فعلا فكانت بدايه. ده طريق النجاح. اه ده طريق النجاح. دي طريق. اكتر واحد كان يقلقك في الاهلي مين؟ احسن لعيب يعني طبعا انا اتشرفت لعبت على زيزو. لعبت على الخطيب، لعبت شريف. شريف بهدلنا فادمنا. وكنت اتمنى وصاحبي الصديق عمري يعني كنت اتمنى اقول له يعني عشان خاطري اضغط على نفسك في التمرين. كابتن شريف كان موهبه كبيره جدا وكان ممكن يفيد عشان ما دخلش منتخباته لا كان ممكن يعمل حاجات ستايل رمضان صبحي بس على حرفنه كمان. ربنا يديله الصحة طبعا وحقيقة دايما يا رب كده. دايما. خلوني اخد تويتر للسيد الشام العمري شقيق السيد العمري فاروق ربنا يشفيه يا رب اللهم امين. ردا على اللافتة الخاصة بجمهور النادي الاهلي في مباراته الافريقية الاخيرة قال ايه وارجع اكمل مع حضراتكم. قال شكرا جماهير الاهلي طبعا دي يافطة الاهلي تمام اللي قلناها قبل كده فترة هتعادل عمري فاروق قد التحدي. قال لهم شكرا جماهير الاهلي العظيمه هتافكم لمس قلوبنا ربنا يتقبل من حضراتكم يا رب يا رب يا رب لعمري فاروق في امس الحاجه للدعاء ادعوا لعمري فاروق واحنا كلنا مصر كلها لان شخصيه محترمه جدا بكل ما تعنيه الكلمه بندعو الى الله ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بالشفاء العاجل وعلى كل مرضانا ومرضى المسلمين. كابتن محمد نورتني وشرفتني شكرا دكتور ودائما نتقابل في انتصارات الفرق المصريه دائما وابدا باذن الله شكرا دائما والمره الجايه بقى يعني اجيبك وانت موجود كالعاده متالق داخل المستقبل الارض. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش. قبل ما اختم طبعا عندنا يعني نعي بس بسيط لازم يعني الواحد يشير اليه. النهارده رحل عندونيانا عالم من علامات التحكيم في محافظة الدهلية وتحكيم مصر كابتن رضا حجازي واحد من الناس المحترمة جدا 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 واللي رحل على عالمنا النهاردة تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمات وأسكنه فسيح الجنات وخلص العزاء لأسرة التحكيم في محافظة الدهلية والتحكيم المصري في وفاة الكابتن رضا حجازي الخلوق بكل ما تعنيه الكلمة. غدا إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من الماتش حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله إلى اللقاء.